رجل الصفقات الغامضة والملفات السرية حسين سالم يكشف الأسرار والخفايا لوائل الإبراشي في العاشرة مساء. يشرفني ولا بحس عن إن أنا مشيت لأن كنت شايف الأخوان فضالة. ده تحايل يا ليه؟ أموال مفروض الحظر عليها. أول الأخوان الأخوان لا أموال الشعب المصري. لا ده أموال الأخوان. الأخوان كانوا عايزين ياخدوا كل حاجة واللي فتروا اللي فتروه والكذب اللي كذبوه على الشعب المصري. هم الأخوان اللي حكموا الشعب المصري وضحكوا عليكم. أسرار يرويها لأول مرة عن مبارك والإخوان وقطر، ويحدد الدور الأربعة التي توجد ثروات وأموال فيها. إذا عنده أي حاجة ياخدها. نص الخطاب الذي أرسله لرئيس الحكومة للتنازل عن نصف ثروته لمصر. القصة الكاملة لتحقيق السلطات الأمريكية معه بشأن صفقات السلاح. علاقات الوطيدة مع الإسرائيليين. الاتهامات الموجهة إليه بالفساد المالي وغسيل الأموال وبيع الغاز لإسرائيل بأسعار قليلة. كشفت مصادر أمنية عن أن قوات الأمن داهمت ظهر اليوم حي أبو شيخة بمدينة رفح، وحاصرت القوات عدة منازل بعد ورود معلومات تؤكد تواجد عناصر فلسطينية متسللة من قطاع غزة لتنفيذ عملية إرهابية بمدينتي رفح والشيخ زويد. وأضافت المصادر أن القوات اقتحمت أحد المنازل وضبطت بداخله أسلحة ومتفجرات وملابس عسكرية تخص حركة حماس، وفجرت القوات المنزل وسيارتين، وألقت القبض على 10 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة. وقع النقيب العام للصيادلة الدكتور محي عبيد اليوم الاثنين بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد هاني حافظ بصفته أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور عادل محمد علي أحمد مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية. وتضمن البروتوكول عدة بنود تم الاتفاق عليها، أولها مخاطبة النقيب لوزارة الصحة وعرض الأمر على اللجنة العليا للتخصصات الطبية. وأكدت أن سنوات دراسة الصيدلة الإكلينيكية بالزمالة المصرية والبالغ عددها 3 سنوات كافية، وسيحصل على اعتراف هيئة ضمان جودة التعليم المحلية وكذلك الجهات الدولية المعنية بذات التخصص للصيادلة. انتهت شركة بتروجيت من أعمال الحفر الجاف المسندة إليها في مشروع ازدواج المجرى الملاحي الجديد لقناة السويس قبل المدة الزمنية المقررة لها، وهي 6 أشهر، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الحفر في منطقة سرابيوم. وقال مهندس تخطيط الحفر والأنفاق عبد القادر البدري وطارق منير مدير إدارة الإعلام بشركة بتروجيت أن حجم الأعمال المساحية 400,000 متر مربع، وبلغت أعمال الطرق المساعدة الطفلة 200,000 متر مكعب. قرر اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان وقف أمين شرطة عن العمل وإحالته للتحقيق بعد ظهوره في أحد مقاطع الفيديو المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي وهو يسحل أحد المتهمين أثناء القبض عليه. وقال مدير أمن أسوان: لن أسمح لأي شخص تجاوز القانون دون التحقيق معه، مؤكدا على احترام القانون وتطبيقه على الجميع على حد سواء تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية. وكان عدد من نشطاء الفيسبوك قد تداولوا فيديو يظهر فيه أحد أمناء الشرطة وهو يضع قدمه على صدر مهندس بفضائية طيبة التابعة للتلفزيون المصري وهو ملقا على الأرض، وذلك أثناء القبض عليه لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف واتهامهم بزرع قنبلة بجوار سور نقطة شرطة التحرير بمنطقة كيما بمدينة أسوان السبت الماضي. قالت الممثلة الأمريكية كارمن ديلوز ممثلة الأفلام الإباحية أنها تود أن توضح سوء الفهم الذي حدث نتيجة الصورة الأخيرة التي نشرتها أثناء زيارتها لمنطقة الأهرامات في مصر. وذكرت الممثلة الأمريكية: أريد أن أؤكد أنني لم أقم بتصوير أي فيلم إباحي في الأهرامات، وأنفي كل الشائعات التي انتشرت في الصحف ووسائل الإعلام المصرية التي ادعت تصويرا لفيلم إباحي يحمل اسم كليوباترا. وأكدت الممثلة الأمريكية
أن كل ما حدث أنها التقطت صورة جذابة أثناء تعرية مؤخرتها، مشيرة إلى أنها نشرت الصورة على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تفاعل متابعيها مع الصورة. تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف لغز العثور على شاب مقتول داخل شقته بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، حيث تبين أن وراء الواقعة المتهم كريم، والذي اعترف بقتل المجني عليه وخنقه بواسطة شال بعدما طلب منه ممارسة الشذوذ داخل شقته على طريقة فيلم عمارة يعقوبيان. كشفت تحقيقات النيابة التي بشرها معتز عاطف مدير نيابة الحوادث أن المتهم تعرف على المجني عليه قبل وقوع الحادث بعشرين يوما، ونشأت بينهما علاقة صداقة، وفي يوم الحادث طلب المجني عليه من المتهم مقابلته بشقته بمنطقة عزبة الهجانة وخنقه. أمر المستشار تامر دمرداش رئيس نيابة الزاوية الحمراء بحالة ربة منزل وعامل إلى محكمة الجنح، وحددت لهما جلسة الغد لبدء المحاكمة لاتهامهما بممارسة الرذيلة داخل مسجد. وكشفت تحقيقات نيابة الزاوية الحمراء أن المتهمة تعمل عاملة بمحل مجاور للمسجد، وكانت تتردد عليه لقضاء حاجتها، ثم تعرفت على عامل المسجد وجرت بينهما عدة اتصالات هاتفية، ثم أقامت معه علاقة غير شرعية داخل المسجد مرتين. وتوصلت التحقيقات أن العامل حاول التهرب من المتهمة، مما دفعها لتحرير محضر ضده بقسم شرطة الزاوية الحمراء اتهمته فيه باغتصابها داخل المسجد، وبضبط العامل المتهم اعترف بممارسة الرذيلة مع المتهمة، وذلك برضاها ودون إكراه. بدموع الحرمان بدأت مروى محمد عبد الله سيدة نوبية بالغة من العمر 35 عاما في سرد قصتها التي امتدت لخمسة أعوام متواصلة عانت خلالهم من فقدان نعمتي البصر والسمع، بالإضافة إلى تساقط شعرها وإصابتها بأمراض جلدية بعد جراحة فاشلة أجراها طبيب لها داخل إحدى العيادات الخاصة بمدينة القاهرة. وكل ما تطلبه من الرئيس عبد الفتاح السيسي هو جراحة في إحدى عينيها لتعود إليها الرؤية مرة أخرى. تداول النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صور لطلاب بإحدى مدارس الإسكندرية تظهرهم أثناء عملية غش جماعي داخل أحد الفصول، وأظهرت الصور عددا من الطلاب أثناء تجمعهم حول ورقة الإجابة والغش الجماعي، فيما أظهرت صورة أخرى طالبا يحمل هاتفا محمولا داخل اللجنة، وعلق النشطاء قائلين: هذه الصور بمثابة بلاغ رسمي لوزير التربية والتعليم. تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير يدافع عن إخوته الصغار، حيث حاول أحد الأشخاص أخذ إخوته لكنه دفع عنهم باستماتة وأدخلهم إلى المنزل في موقف يؤكد أن الرجولة ليست بالسن. نظمت الجامعة الأمريكية مهرجان السعادة، وشمل عدة أنشطة ترفيهية ومجتمعية وكوميدية، وقام الشاعر محمد إنسان بإلقاء قصيدة الحلوة لسه مع النساء، وتفاعل الجمهور معها بالصراخ والتصفيق. أنا عن نفسي خلاص مش نافع. لا لا مش كلهم يا جماعة، يعني احنا البنات زي الفل، مش أي حاجة، الرجالة هي اللي بتعاني دلوقتي. راديو إسرائيل. إسرائيل خوجيجت يوم عشانها 60 بشبا لتسيون نكبة فيكي بوش هادما عربيتا. في الذكرى 67 لاحتلال إسرائيل للأراضي العربية أو ما يعرف بذكرى النكبة، تجري دولة الاحتلال فعاليات ما تدعيه عيد الاستقلال في جميع مدنها. وقامت بعض طائرات سلاح الجو بعرض جوي انطلاقا من القواعد الجوية بجنوب إسرائيل وحتى شمالها. وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن فرقا جوية متخصصة تقوم بعروض بهلوانية فوق بعض القواعد العسكرية ثم في أجواء تل أبيب.
ماكو خدشوط تيبو بانكيمونا تؤيم شكشوكا. ذكر موقع ماكو الإخباري العبري أن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة روم بروشاور دعا سكرتير عام الأمم المتحدة بانكيمون على أكلة شكشوكا. وأضاف الموقع أن الوفد الإسرائيلي بالأمم المتحدة استحضر حافلة كبيرة على شكل مطعم يقدم أكلة الشكشوكا فقط أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشار الموقع أن بان كي مون عرب عن سعادته الغامرة عن هذا الطعام الذي ادعى السفير الإسرائيلي أنه أكلة إسرائيلية قديمة. إيدي أوتا خرونوتا يتوي إثيوبيا مول شوتريم لو باتي برجل من إثيوبيا كديش يتقللو بيلدايا. على درب المظاهرات العارمة التي تجتاح مدينة بالتيمور الأمريكية منذ عدة أيام بسبب عنف وعنصرية الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود بالمدينة، نظم مئات اليهود السود مظاهرة ضخمة أمام مقر القيادة المركزية للشرطة الإسرائيلية بالقدس المحتلة للسبب نفسه. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن مئات اليهود السود من أصل إثيوبي يتظاهرون في القدس احتجاجا على عمليات عنف وقعت مؤخرا ضدهم وضد أبنائهم من جانب أفراد الشرطة الإسرائيلية، وكذلك ضد العنصرية التي يتعامل بها الإسرائيليون ضدهم. أروت ستايم نقوم نتنياهو بالكونغرس بعلوت 60 مليون شيكل ميكاس باي مدينة إسرائيل. أذاعت القناة الثانية الإسرائيلية تقريرا كشفت فيه أن رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي تكلفت مبلغ 6 ملايين شيكل من أموال الضرائب، والتي يدفعها الجمهور الإسرائيلي بحسب تقرير لوزارة المالية بتل أبيب تم نشره هذا الأسبوع. وواجه نتنياهو انتقادات حادة بسبب الاستخدام المفرط لأموال دافع الضرائب لتغطية تكاليف رحلاته. راديو إسرائيل خارديم هكوبي كاتسين شلتسافاي إسرائيل. ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن ضابطا كبيرا في لواء جفعاتي بجيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض للضرب المبرح على أيدي مجموعة من اليهود المتطرفين الحريديم في حي مئاش عريم بالقدس المحتلة. وأضافت الإذاعة العبرية أنه أثناء قيام الضابط بزيارة جنديين بالحي قام العشرات من الحريديم بضربه وركله وتحطيم سيارته، ثم قام بعض الإسرائيليين بتخليصه من أيديهم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج. هأرتس تيوريم كاريكاتورا لؤجيم بنتنياهو. سخر رسام الكاريكاتير الإسرائيلي بيدر مان بصحيفة هأرتس العبرية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث رسمه على شكل بقرة مليئة بالحليب. ورسم بيدر مان زعيم حزب شاس إليا درعي على شكل بقرة صغيرة وهو يلتقم ثدي نتنياهو البقرة الأم، وبجانبه زعيم حزب كولانو موشي كحلون، بينما يقف بعيدا زعيم حزب العمل يتسحق هيرتسوغ. ويشير الرسام من هذا الكاريكاتير إلى رغبة كل حزب في إسرائيل في الحصول على حقيبة وزارية خلال المشاورات الائتلافية التي يجريها نتنياهو مع الأحزاب في إسرائيل. هأرتس مع تسرامش الأربعة خياليما خشودين بعونس خيالت هورخ بششا يميم. في إطار الفضائح الجنسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت صحيفة هأرتس العبرية أن المحكمة الإسرائيلية في يافا مدت حبس 4 من جنود إسرائيليين متهمين باغتصاب مجندة في سلاح الجو الإسرائيلية، حيث كانوا زملاء لها في القاعدة التي كانوا يخدمون فيها. وأضافت الصحيفة أن 4 جنود تناوبوا على اغتصاب المجندة في إحدى الحجرات بالقاعدة الجوية، وقاموا بتصويرها وهددوها
بنشر الفيديو في حالة ما إذا تقدمت بشكوى ضدهم. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة. بدأنا بموجزين لأهم الأنباء، الأول يتعلق بالأنباء المحلية والثاني بما يحدث في المجتمع الإسرائيلي وكيف تتعامل الصحافة الإسرائيلية مع الأحداث في مصر. بعد قليل عندنا انفراد حوار مع رجل الأعمال المصري حسين سالم الذي يعيش في العاصمة الأسبانية مدريد. ذهبنا إليه بعد أن عرض تسوية للحكومة للمهندس إبراهيم محلب، أرسل إليه خطابا بالإضافة إلى أنه التسوية بتتم أيضا من خلال الجهات القضائية، أنه يتنازل عن نصف ثروته مقابل إنهاء كل القضايا. بالتأكيد رجل الأعمال حسين سالم يعني عند الكثيرين تختلط أمور كثيرة، يختلط العمل الأمني والمخابراتي بالعمل الاقتصادي، كمان في مجموعة كبيرة من الاتهامات وجهت إليه، لحد أنه الناس كانت في ميدان التحرير بتقول لو الفلوس بتاعة حسين سالم رجعت هتتوزع علينا والناس هتبقى غنية أو عندها فلوس. وفي اتهامات دائما توجه إليه أنه أموال الشعب المصري موجودة لديه. هنواجهه بكل هذه الاتهامات، وحنواجهه كمان بالاتهامات المتعلقة هل كان الغطاء الاقتصادي لعائلة الرئيس الأسبق مبارك، هل كان الصندوق الأسود للعائلة، حيرد على كل هذه الاتهامات بالإضافة إلى ما هو أهم، حيتكلم لأول مرة عن بعض المحطات الإنسانية في العلاقة مع الرئيس الأسبق. امتى بدأت هذه العلاقة تتوطد؟ ايه الحادثة او الاثنين او الثلاثة، ايه الموقف اللي دفع الرئيس السابق لتقريب حسين سالم منه؟ في مجموعة من المواقف هيتكلم عنها، بالإضافة الى التهمة الاولى اللي دايما كانت بتعلق بحسين سالم وهي صفقات بيع السلاح. كان في قضية شهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وقضية تم التحقيق فيها، هيقول لنا تفاصيلها وملابساتها، من صفقات بيع السلاح إلى صفقات بيع الغاز الطبيعي، الاتهامات الموجهة إليه بأنه الغاز الطبيعي بيع لإسرائيل بأسعار أضاعت على الدولة أموالا طائلة. كمان حسين سالم هيتكلم، يعني البعض بيقول أنه طب العمل الأمني والمخابراتي، هو يتحفظ دائما في الحديث عن هذا الجانب، لكن معانا اتكلم إلى حد كبير عن بعض المهام اللي كلف بها وبعض المهام التي أداها، لكن في كل الأحوال أيضا تظل الاتهامات قائمة. هو بيتعامل أنه أحكام القضاء هي العنوان للحقائق، وبالتالي إنه علينا أن نتعامل مع أحكام القضاء، لكن كمان في ما يمكن أن نسميه المحاكمة السياسية، المحاكمة السياسية المتعلقة بعلاقة رجال الأعمال بالسلطة. هو كرجل أعمال كان صديقا، هو هيقول لنا ليه الرئيس السابق كان بيجيبه مخصوص لما يوصل شرم الشيخ، إيه السبب وإيه الأهم ما كان يدور أحيانا في بعض هذه الجلسات. لكن تظل علاقة رجال الأعمال بالسلطة تهمة للاثنين، حيتهم رجل الأعمال بأنه بيستفيد من السلطة، وحتتهم السلطة بأنها بتستفيد من رجل الأعمال. رجل الأعمال عايز إيه من السلطة؟ عايز النفوذ، وعايز إنه يستفيد من نفوذ هذه السلطة في المزيد من تحقيق المكاسب والأرباح. السلطة عايزة من رجل الأعمال اللي هو اللي ممكن نسميه المكاسب المالية.
علاقة رجل الأعمال بالسلطة علاقة دائما معقدة ومحيرة. في معلومات أيضا هيتكلم فيها رجل الأعمال حسين سالم عن الصفقة بقى، الصفقة أو التسوية، التسوية إزاي هتتم وفلوسه فين، هيحدد الدول اللي موجود فيها فلوسه والحجم هذه الأموال في الداخل وفي الخارج. والتسوية هنقول له المسؤولين المصريين كيف يتعاملون معها، ليه وزير العدل بيتعامل معها باتجاه مختلف ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، كل ده هنلاقيه في هذا الحوار المهم مع رجل الأعمال المصري حسين سالم. ذهبنا إليه في العاصمة الأسبانية مدريد وواجهناه بكل الأسئلة، وبننفرد بهذا الحوار بعد الحديث عن عملية التسوية وبعد كمان تجدد الاتهامات، ومنها يعني في اتهام كمان من هو رجل الأعمال التركي اللي حول أموالا ودخل السجن بسبب ذلك. هيحكي لنا قصته، حول أموالا من حساب حسين سالم، وإيه قضية غسيل الأموال، قضية غسيل الأموال، وحينما ألقت السلطات الأسبانية القبض عليه كيف عايش هذا الموقف، وإيه القضية اللي لسه بيتم التحقيق فيها في أسبانيا. تمكننا من الوصول لرجل الأعمال حسين سالم وأجرينا معه اللقاء اللي هنشوفه بعد قليل. وجهت إليه اتهامات عديدة، بدأت قديما بصفقات بيع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت حديثا بصفقات بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أضاعت على الدولة أموالا طائلة، وبينهما اتهامات من نوع أنه الغطاء الاقتصادي لعائلة الرئيس الأسبق مبارك وأنه الصندوق الأسود لها. جئنا إلى هنا إلى الضاحية التي يقطن فيها رجل الأعمال حسين سالم، لامورا ديليخا هذا واسم هذه الضاحية. التسوية ببساطة شديدة أن يدفع نصف ثروته 4,600,000,000 جنيه مقابل إنهاء كل القضايا. السؤال، هل هذه التسوية في صالح الشعب المصري ولا بتهدر قيمة القانون وقيمة القضاء؟ هنحاول إن شاء الله وهنتجه إلى منزل حسين سالم لنبدأ الحوار. ايه ده تاني؟ تليفون حضرتك شغال، بس ده أول تليفون يجي لك وإحنا قاعدين. هو العمال يعذرنا أهو. عمال يعذروا فيا. ده الحوار اللي هنشوفه بعد قليل، وبشكر الزميلة فاطمة أنديل مدير التحرير على إعداد وتنسيق هذا الحوار، بالإضافة إلى أنه كمان في محطات مهمة جدا هتشوفوها في اللقاء متعلقة بعض هذه المحطات بجوانب ملهاش علاقة بالاتهامات. يعني مش لازم، يعني أحيانا الزوبان في عمق هذه الشخصية بيحتاج أنك تدخل معاه ربما في مناطق إنسانية قد يعترض عليها البعض، تدخل معاه في مناطق متعلقة بالعلاقة الخاصة جدا مع الرئيس الأسبق مبارك. البعض أيضا ممكن يتعامل مع ده، لا احنا عايزين اتهامات فقط، لا احنا هنتناول معاه كل ما يتعلق بالاتهامات وكل ما يتعلق بالجوانب الإنسانية والاجتماعية في هذا اللقاء. تعالوا نشوف المشاهد اللي الناس كلها، الحقيقة هي حديث مصر كلها، والحقيقة أنا يعني التركيز في المشهد يخلينا نطلع منه بحاجتين. يبدو أن احنا بنعاني فعلا من قضية أنت مش عارف أنا مين، أو أنت مش عارف أنا ابن مين. وبالتأكيد أنه المشاهد اللي حدثت من إحدى السيدات في المطار واللي تعاملنا معاها بشكل مباشر والبعض تعامل معها على انه هو ده مشهد هو الاول من نوعه، لا بنشوف
هذه المشاهد كثيرا، ودي الحقيقة ثقافة متدنية ومنحطة منتشرة في المجتمع المصري. وده أحيانا اللي يمكن يفسر البعض بيقول إيه، طب هو ضابط الشرطة كان ساكت ليه؟ ما هو ساكت إما لسببين. السبب الأول إنه كمان ممكن يكون حاطط في دماغه إنه أصل الست دي عندها فعلا نفوذ وممكن تكون تهديداتها ليست جوفاء، لأنه الوقاحة عندها كانت مضاعفة. يعني الحقيقة احنا شفنا ناس كتير قالت انت مش عارف انا ابن مين، او انت مش عارف انا مين، لكن الحقيقة عندها كان فيه، هي طبعا مش جرأة لانه لا يمكن ابدا الشجاعة تتحول الى وقاحة، لكن خلينا نقول كان فيه شجاعة في الوقاحة كبيرة جدا، وعدم خوف من اللي جاي ايه، وعدم خوف من المحاسبة والمساءلة. ربما هنا الضابط تعامل مع هذا الموقف بالهدوء اللي احنا شفناه، ويجوز الهدوء كان بسبب انه عايز يفوت فرصة، لانه اي حد في مكانه بيقول هو ما ضربهاش ليه، لماذا لم يعتدي عليها. طبعا لو كان عمل هذا الموقف كان هيبقى الموقف انه ضابط شرطة اعتدى على سيدة، وهيتقال له مش من حقك، قدمها للقانون لكن ما تضربهاش، مش من حقك انك تعتدي على سيدة. لكن اللي يهمنا في ده هو الثقافة المنتشرة المتعلقة باستغلال النفوذ، وانت مش عارف انا مين، وانت مش عارف انا ابن مين، دي منتشرة جدا، وعشان كده الناس تفاعلوا مع المشاهد دي واصبحت هي حديث مصر كلها، مفيش كلام الا عن هذه المشاهد، ومفيش تحليل الا مين هي هذه السيدة وعملت ليه كده وايه الاسباب. وطبعا بدأت تطلع حكايات وأساطير مختلفة، لكن في كل الأحوال الناس اهتمت، لأن احنا بنشوف ده كتير، ما بنشوفوش بس مع ضابط الشرطة، لا بنشوفه أحيانا مع عسكري غلبان، بنشوفه مع موظف كحيان، بنشوفه مع عامل بسيط، إنه يتقال أنت ما أنتش عارف أنا مين وابن مين وأنا هضيعك. لكن كمان لما يتقال مع ضابط شرطة وفي هذا التوقيت اللي بنعتقد فيه خلاص إن احنا تخلصنا من قضية التلويح بالسلطة والنفوذ، والحقيقة احنا لم نتخلص، وإلا ما كانش الناس هتهتم بهذه المشاهد اهتماما كبيرا فاق كل الحدود وكل التصورات. يبقى عندنا مأزق متعلق بأنت مش عارف أنا مين وابن مين. ربما الاحتمالين، البعض أصلا بيقول هو ضابط الشرطة تعامل مع هذا الموقف باستهانة ليه أو بطيبة ليه، وده اللي خلى قبل ما نشوف المشاهد ده اللي خلى فيه ضابط شرطة تاني يعلق على ده ويقول يوصل رسالة للناس. تعالوا نشوف. طبعا النهاردة كلنا شفنا الفيديو بتاع واقع التعدي، واحدة ست على ضابط شرطة شغال في المطار، واقعة مشينة تمام، الضابط فيها اتعامل بها يعني بمهنية زيادة عن اللزوم، بس طبعا احنا كلنا كضباط مقهورين جدا للي حصل، مقهورين جدا للفيديو اللي احنا شفناه، احنا وكل الناس المحترمه اللي شافت الفيديو كلنا مقهورين. بس هنا بقى السؤال، انتوا عايزين يعني الناس دي عايزه ايه من الضباط؟ يعني انت سيادتك عايز ايه من ضابط الشرطه؟ يعني لا كده نافع ولا كده نافع، انت عايز ايه؟ المفروض نعمل لسيادتك ايه يعني؟ يعني الراجل اتعامل يعني بادب زياده عن اللزوم، وحظ الست الكويس ان هي وقعت مع ضابط محترم زياده عن اللزوم. طيب يعني ايه المطلوب مننا يعني؟ يعني لو الراجل كان مد ايده عليها بقت الشرطه والداخليه وناس بلطجيه، الراجل اتعامل بالراحه الداخليه تستاهل اللي بيحصل لها. انتوا عايزين ايه؟ يعني مش فاهم انتوا عايزين ايه مننا، مش فاهم. ضبط النفس واحنا شغالين ضبط لغايه ما نفسنا اتقطع، انتوا عايزين ايه؟ يعني الواحد بقى قاعد كده مع نفسه مقهور بسبب الحاجات اللي بيشوفها كل يوم واخرها النهارده. ايه المطلوب مننا حضراتكم يعني؟ طبعا كلامي ده للناس اللي هي على طول ضد راكبه الموجه، لكن في ناس كتير واللي اكتر كلها معانا. ايه المطلوب مننا يعني؟ يعني استفزاز وقله ذوق من ناس زي اللي انتوا شفتوها النهارده، لكن الناس الاغلب معانا كلنا والحمد لله. فيعني بالراحه علينا شويه بعد اذن حضراتكم، لان احنا ناس برضو محترمه وزينا زيكم برضو، يعني ما فيهاش حاجه يعني. يعني تعالوا على نفسكم شويه كده وخليكم حلوين معانا عشان احنا كويسين معاكم. السلام عليكم.
وده الحقيقة ده خطأ تاني انه يتم التعامل مع هذه السيدة انها يعني بتمثل الناس. لا، هي تمثل في تمثل قطاعا من الناس، لكن كمان من عندي بيطلع فيديوهات تانية بتستغل بشكل معاكس، زي الفيديو اللي شفناه منذ قليل في نشرة الأخبار المتعلق بأمين الشرطة. يعني التجاوز كمان بتاع الضابط خطأ، والتجاوز ضد الضابط الشرطة خطأ، وإنه أي حد لا يجب أن يسمح لا يسمح بهذا ولا بذاك. ولا يمكن أبدا إنه هذه السيدة نتعامل معها على إنها نموذج، أولا وفقا لرواية البعض المصادر إنه السيدة ذهبت للمطار وهي في حالة سكر وصممت إنها تطلع على الطيارة. مصر للطيران قالوا لشرطة السياحة تعاملوا مع الموقف، لما تعاملوا مع الموقف بقى وجدوا قضية المخدرات، لكن كمان اللي كان أبشع منها الإهانة، الإهانات اللي احنا شفناها المتتالية، وإنه عدم الخوف من أي مساءلة ومحاسبة، بالإضافة إلى تعمد إنه يبقى في استمرار في هذه الإهانات مهما كان في تلويح بالقانون. لا، المشاهد اللي احنا هنشوفها وبالتأكيد كل الناس شافوها، تعالوا نشوفها تاني، لكن هي زي ما بقول لكم بتؤكد إنه لسه الناس بتهتم بقضية استغلال النفوذ جدا. هي قضية منتشرة، ربما خاف الضابط من نفوذ السيدة، ربما تعامل مع الموقف بذكاء وبحس قانوني شديد، ربما جايز الاحتمال الأول وجايز الاحتمال الثاني. طبعا احنا مستنيينك، يبقى لازم بس ايه الحركة اللي جاية تبقى باعتبارها الملاية اللفة، عشان انا بس ايه حبيت اوريك هيبة المجتمع الاجنبي. ماشي، حلو. انا حضرتك بطاقتي مصريه وكارتي مصري، واكيد ما بتكلمش وبردح لكم متعلمه بره، ولا بنت بلد وشوارعيه باين، سيبك من المنظر. حلو، واكيد الشوارعيه، اكيد الشوارعيه دي لما تقف تردح لمصري بالطيران وتمش عليهم ميه عشان اللي انت قلتنا ده مش مطلوب. ها الميه اللي انت اتضايقت قوي ان انا رشيتها على بلطجيه، الميه دي راجل واحد منهم اداني، ها رشيني بيها. ها ايوه، ايه رايك عشان لما اروح القسم ابقى ايه وايه ناخد بقى كده شويه نحطهم في الكوبايه نقطتين لعل وعسى قضيه الخمره، ها اللي انت بتقولي شاربه خمره، ها تروح من ايه نقطتين بس عندي فيهم امل من الارض. اوكي، حاجه بقى عشان ايه، اصل بص كتر المهاتيه انا ما اقدرش اعمل شو اكتر من كده. انا حضرتك الشو بتاعي خلص بقالي 3 ساعات. اسمعني، انا سمعتك واحترمت بدلتك وجبت الميه اللي انت فاكر نفسك اكبر منها حطيتها على وشي وعلى جسمي. انت ما تعرفش انا مين. اسمع كويس قوي، انا ما نطقتش الكلمه دي. لو ما طلعتش في الطياره لبنتي الساعه 9 وحياه بنتي اعدمها ما شوفهاش، المطار ده هيتطرق. حلو الشغل بس، او مش المطار انت بعد اذنكم تصوروا. بس لا اصور، تحب اضربك تاني؟ بس يا بسأل، تحب اضربك تاني؟ بسأل، تحب اعتمش عليك تاني؟ بسأل. خد كده المية ازاي احطها على وشك يمكن تفوق وتشم. ده ازاي يا جماعه؟ الله، انت بتكلم مين؟ ما بنستكبرش، احنا سكتنا 3 ساعات بس مش هنسكت 3 تانيين عشان هتبقى اهانه. واحترمت بدلتك وجبت الميه اللي انت فاكر نفسك اكبر منها حطيتها على وشي وعلى جسمي. انت ما تعرفش انا مين. اسمع كويس قوي، انا ما نطقتش الكلمه دي. لو ما طلعتش في الطياره لبنتي الساعه 9 وحياه بنتي اعدمها ما شوفهاش، المطار ده هيتطلق. بس، او مش المطار انت كده بعد اذنكم تصوروا. بس لا اصور، تحب اضربك تاني؟ لا بس يا ابني بسأل، تحب اضربك تاني؟ بسأل. احنا
طبعا ده المشاهد زي ما بقول لكم اللي هي حديث مصر كلها، زي ما بقول لكم ربما الإسراف الشديد في الوقاحة والتطاول والإهانة، وزي ما بقول لكم الوقاحة لا يمكن أن تكون شجاعة أبدا، لكن واضح أنه ما زلنا في مجتمعاتنا بنعاني من نماذج زي هذه السيد، بنعاني من نموذج أنت مش عارف أنا مين وابن مين، بنعاني من استغلال النفوذ. وده اللي هيخلينا نسأل اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية. سيادة الوزير، سيادة اللواء أهلا بيك. أهلا وسهلا يا أستاذ وائل. سيادة اللواء، المشاهد دي عند الناس تساؤلات كثيرة يعني. أيوة. التساؤل الأول، أولا كان في شائعات طلع كتير قوي إنه الست مش في السجن. وانتوا فندتوها يعني، لكن خلينا نرد عليها تاني يعني. ده كلام غير صحيح على الإطلاق وكلام عاري تماما من الصحة. هو في قرار نيابة صدر كان في يوم 27/4 بحبسها 4 أيام في المحضر رقم 8294 لسنة 2015 جناح النزهة، خاص بالواقعة. لو ستك عايز تفصيلاتها بعد حضرتك تفصيلات عنها. وتم التجديد ليها بالحبس لمدة 15 يوم، وهي بتنفذ قرار النيابة بالحبس 15 يوم، وهتتعرض على النيابة للنظر في تجديد حبسها. أما الكلام اللي هو بيتردد إن هي خرجت ومش موجودة، ده كلام عاري تماما من الصحة وكلام مش مظبوط نهائيا. طيب ده أولا. القضية إيه بقى؟ القضية زي ما هي موجودة في الورق يا سيادة اللواء، لأنه البعض كمان في بياخد القضية في اتجاهات مختلفة وبيحكيها بأشكال مختلفة. إيه القضية زي ما هي موجودة في الورق؟ القضية زي ما هي موجودة في الورق نمرة واحد، إن المحضر اتعمل ووجه ليها تهمة التعدي على موظف عام بالسب والقصف، والتهمة الثانية اللي هي حيازة مواد مخدرة، اللي هو مخدر الحشيش اللي ضبط معاها، اللي هم الأربع قطع اللي هم بيزنوا حوالي 200 جرام. طيب هي التهمة الثانية هي اللي بتخلي الناس بتقولوا انه لا ده تم عقابها بوضع الحشيش لها، تلفيق قضية الحشيش لها. كلام طبعا يعني غير صحيح على الإطلاق، وكلام طبعا يعني غير مقبول، وكلام يعني ما بيحصلش نهائيا. ليه؟ أولا يعني هو المخدر ده أو الحشيش ده كان محطوط علشان هي لما هتيجي وتعمل الواقعة دي يتم وضع الحشيش ليها، وبعدين تم ضبط مخدر الحشيش في حقيبتها، في حقيبتها الشخصية، وهي اعترفت بحيازة مخدر الحشيش وسئلت في النيابة في هذا الموضوع وأقرت بحيازتها لمخدر الحشيش. فالكلام اللي بيتردد والكلام اللي بتقال ده كلام عاري تماما من الصحة، وكلام غير صحيح، وكلام غير منطقي، وما بيحصلش. طيب اللي هي كانت طالعة على الطائرة المتجهة للغردقة. بالضبط كده، كانت مسافرة على المصرية الغردقة، وهي جت متأخرة عن معادها، والكاونتر قفل، وحصلت مشادة كلامية بينها وبين موظف شركة مصر للطيران. استدعي على إثره ضابط شرطة السياحة والضابط جه، والسيدة كانت في حالة انفعال وفي حالة توتر، والضابط وهو بيتعامل معها انفعلت عليه، وحدث ما شاهدناه في الفيديو. طيب سيادة اللواء، يعني في الجزء المتعلق بأنه طيب من هذه السيدة، لأنه بدأت كمان تطلق حكايات مختلفة من واقع الأوراق، وهل هي اتكلمت عن اي نفوذ؟ لانه من الواضح ان هي بتستخدم شعار بنعاني منه في المجتمع، انت مش عارف انا مين، ما انتش عارف انا ابن مين، انا هبهدلك، انا هضيعك. هل ده واضح في الورق؟ يعني من هي هذه السيدة؟ هذه السيدة سيدة خالفت القانون وارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون، وتم تحرير محضر لها في اطار القانون، وتم احالتها للنيابه العامه دون النظر الى اي اعتبار. الكلام اللي حضرتك بتقول عليه والكلام اللي سيادتك بتقول عليه ان احنا بنعاني منه، دي فعلا كانت مشكله، وهذه المشكله يجب
أن نتخلص منها تماما، ومفيش حاجة ومفيش حد يقول أنا ابن مين، أنت مش عارف أنا مين، الكلام ده كلام المفروض انتهى وعفى عليه الزمن بعد التغيرات اللي حصلت في بلدنا. القانون فوق الجميع، القانون هو الذي يحكم ويضبط العلاقات بين الجميع، مواطن، رجل شرطة، أي حد، القانون فوق الجميع. طيب سيادة اللواء، هنا بقى السؤال الأخير وهو اللي أيضا الناس بتتكلم عنه. تعاملتم وزارة الداخلية، اعتبرت ضابط الشرطة اللي تعرض لهذه الإهانة تعامل بذكاء قانوني ولا تعامل باستهانة لا تليق بموقع ضابط الشرطة؟ شوف يا أستاذ وائل، ضابط الشرطة في أي موقع معرض للتعدي عليه، يعني في التعدي بياخد أشكال كثيرة بدءا من السب وانتهاءا بإطلاق النار عليه. هذه هي يعني أو ده جزء من مخاطر المهنة اللي بيعمل فيها ضابط الشرطة. فموضوع التعدي ده موضوع قائم وموجود ومش هينتهي، فكون ان حصل التعدي فده امر يعني متوقع. ولكن لا، بس ان يعني قطاع كبير من الناس غاضبون من انه ضابط الشرطة ساكت على الإهانة، صامت عليها، خلاها تواصل هذه الإهانات. والبعض بيقول ده ذكاء قانوني، انتوا تعاملتوا معاها ازاي؟ الضابط يعلم تماما كيف يحصل على حقه بالقانون، ويعلم تماما ان زي ما بيتقال ان الورقه والقلم هم اقوى سلاح في التعامل مع المخالف. الضابط اخذ حقه بالقانون واخذ حقه بالاجراء القانوني اللي اتخذه، وهو اتصرف التصرف اللي المفروض كان يعمله، لأن لو كان تصرف تصرف آخر كان هيضيع حقه، وكان ممكن يبقى في موضع متساوي مع السيدة، وهنا في الحالة دي هيبقى المراكز القانونية متساوية، وكده يبقى الراجل أهدر حقه. إنما هو بالتصرف ده، التصرف اللي هو المنطقي العقلاني، التصرف اللي هو الصحيح السليم، أخذ حقه بالقانون. طيب يعني هنا لانه ضابط الشرطه معلوماتي يا سياده اللواء انه عنده شويه احساس بانه هذه المشاهد اثرت عليه نفسيا وعلى اسرته، هنا هل قلت له انه لا انت هنا بالعكس اثبتت انه ضابط الشرطه عنده حاله من التوازن ويستطيع ان يسيطر على نفسه ويستخدم الذكاء القانوني افضل من انه يستخدم اساليب زي اساليب المتهمه؟ يعني لا يا فندم، هو طبعا يعني احنا حتى يعني دائما نوعي رجال الشرطه بضروره التحلي بضبط النفس وعدم التجاوز مع المواطنين، ولو في حد تجاوز مع رجل الشرطه يتم اتباع الطرق القانونيه واتخاذ الاجراءات حيال التجاوز او المخالفه القانونيه، ومش المفروض ان التجاوز يعني يتم الرد عليه بتجاوز، لان هذا الامر من شأنه ان هو يوتر العلاقات بين رجال الشرطة وبين المواطنين. الضابط قياداته قالت له ان تصرفه كان التصرف السليم والصحيح، لان لو كان هو اتصرف تصرف اخر كان هيبقى تصرف غير لائق وغير مقبول من رجل الشرطة. سيادة اللواء بتوجه لحضرتك بالشكر، وهنحاول يا جماعة نستطلع رأي الناس بإيجاز كده. هل تعتقدون أن ضابط الشرطة تعامل بذكاء وبانضباط مع المشهد، ولا تعامل باستهانة أدت إلى زيادة الإهانة؟ الإهانة كانت زي المطر، يعني شفتوا أنه الإهانة كانت متواصلة. فنحاول نشرك الناس معانا، ضابط الشرطة كان ذكيا أم كان مستهينا؟ ليه؟ لأن الموقف ده لا بنشوفه كل يوم. وليه؟ لأنه في أكتر من حد بيقول أنت مش عارف أنا مين بأساليب مختلفة، ممكن يشتم، ممكن يعتدي، ممكن يقولها حتى لو بأدب، بس أنت مش عارف أنا ابن مين، هي في حد ذاتها وقاحة أيضا، وهي في حد ذاتها يجب أن تختفي من حياتنا. ولغايه ما نشوف معانا انتوا عارفين ضابط الشرطه اللي سمعناه منذ قليل، النقيب عمرو شريف،
نقيب عمرو اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. انا يعني انت عملت هذا المقطع بس انت تعاملت مع السيده وعلى اعتبار انها تمثل الناس يعني، فهنا بتقول خالص انت بتقول يعني هنا ايه عاملونا يا جماعه كويس، يعني ده نموذج الحقيقه يجب ان يختفي من مجتمعنا، ونموذج الناس معبأة، الناس جميعا كل حد عايز يتبرع حتى بانه يعاقب السيده عقابا من نوع مختلف يعني. اتفضل. ما حضرتك هم انا تقريبا حد قال لي ان حضرتك يعني عرضت الفيديو. انا عرضته من شويه. فهمت الفيديو غلط. انا اول حاجه اتكلمت على الاكونت بتاعي على الفيسبوك يعني عشان اقول الموقف اللي حصل ده ضايقنا كلنا كضباط شرطه، وضايق حضرتك وضايق كل الناس المحترمه الكويسه، حتى الناس حتى اللي ضدنا اكيد ده ضايقها. يعني ضابط محترم قاعد في مكانه، في واحده اتعرضت له، انت يرضيك اللي حصل؟ اول حاجه انا ما كنتش متوقع ان الفيديو يطلع كده يعني ينتشر كده، انا مطلعه على الاكونت بتاعي على الفيسبوك بس انت يرضيك اللي حصل؟ دي حاجه انا عبرت بيها وما غلطتش وما تخطيتش ابدا، انا قلت الراجل اتعامل بمهنيه شديده يعني دي يحسد عليها بصراحه. يعني اللي حصل معاه ده وده يعني احنا كلنا بنتعرض كل يوم يعني انت شايفه تعامل، وده السؤال يا جماعه اللي بنشرك الناس معانا فيه نحط التليفونات تاني، شايفه تعامل بذكاء ولا بذكاء قانوني ولا باستهانه؟ لا هو ما تعاملش باستهانه ابدا، هو تعامل بذكاء قانوني جدا، ممكن مش كل الناس ممكن يتعاملوا زيه، وحضرتك عارف يعني كمان مش كل الناس، يعني احنا اغلبنا بنتعرض للي حصل امبارح ده بس مش كل الناس ممكن تعمل زيه، بس يعني الراجل بجد بسم الله ما شاء الله يعني عليه، سياده المقدم اتعامل بمهنيه شديده بسم الله ما شاء الله عليه، وانا اتكلمت وقلت الكلمتين دول بس احنا كلنا زعلانين بصراحه. بس انت موصل رساله خليكم حلوين معانا يعني هي لا تمثل معنا لا تمثل يعني عموم الناس يعني. لا 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 انا اقصد الناس اللي بنفس المنظر ده، لان الناس كلها كويسين جدا معانا والناس كلها بتتعامل معانا كويس جدا واحنا بنتعامل معاهم كويس جدا لان ده الطبيعي ان شاء يعني. نقيب عمرو ان شاء الله تكون هذه المشاهد مقدمه لانه هذه الظاهره تختفي لانها موجوده، واكيد انت بتشوفها ان البعض احيانا يقول لك انت مش عارف انا مين وانا هعمل فيك ايه وهضيعك، بتحصل مع الجندي الغلبان والموظف الغلبان اكتر. مين انا برضو يعني كلنا برضو اولاد ناس يعني، لو هو ابني مين هو انا يعني انا جاي منين؟ ما انا زيي زيك. بس كلام مستفز، انا ابني مين هتعامل معاك ازاي طيب؟ طب قول لي. بتوجه لك بالشكر نقيب عمرو. استاذه ان من القاهره، استاذه ان اتفضلي. مساء الخير يا استاذ وائل، ازي حضرتك؟ مساء الخير. شايفه ضابط الشرطه تعامل باستهانة أدت إلى المزيد من الإهانة ولا تعامل بذكاء قانوني وبأسلوب متحضر؟ بص يا استاذ وائل، هو تعامل بأسلوب محترم وكتر يعني بصراحة أنا الله يكون في عونه إنه استحمل الواحدة بالأخلاق دي، في نفس الوقت الله يكون في عون بتوع ضباط الشرطة في الوقت ده بالذات، بس أي تصرف تاني كان هيعمله كان هيبقى هيقلب الناس كلها ضد الشرطة، وأنت عارف الأمور لا تسمح هذه الأيام بأي تجاوزات، فهو استحمل شويه زياده بس لصالح كل الجهاز، وانا اعتقد ان احنا في تدني اخلاقي غير طبيعي سواء من هذا المستوى او من مستوى غيره، مثقفين او اقل شويه بس على الاقل بنقول الناس الاقل في التعليم مستواها في الاخلاقي مع يعني ليه مبرره، لكن هذا المستوى بطريقه بالتعامل دي لازم تعاقب عشان تبقى عبره لكل واحده تقدر تتعلم. طبعا والحقيقه يعني اللي ابشع من حيازه المخدرات هي حيازة هذا الكم الكبير من الإهانات والتعالي على المجتمع والشعور بالسطوة وبالنفوذ، وفي النهاية هذا النموذج يجب أن يختفي. أستاذة آن ألف شكر. معانا مين؟ معانا مين يا جماعة؟ أستاذة انتصار اتفضلي. ألو مساء الخير يا فندم. مساء الخير اتفضلي. أولاً شايفة السؤال ضابط الشرطة نفس السؤال، تعامل باستهانة أدت إلى الإهانة ولا بذكاء قانوني وأسلوب متحضر؟ تعامل أكيد بذكاء قانوني زيادة عن اللزوم، وأنا طبعا بأيده جدا. أولا هي مين؟ هي معلش سوري أم سوري، هي شكلها أرتست يعني في النهاية، هي بنت مين؟ هي شكلها أرتست. وبعدين أنا لسه راجعة من المطار يوم الخميس، اولا الضباط يعني بيتعاملوا بمهنيه وحرفيه كويسه جدا، وكمان يعني بيعاملوا المواطن كمان كور، مش معقول يعني الناس بتادي عملهم ويبقى في النهايه يتهانوا كده، فارجوك يعني بنطالب ان ده دي تتحاكم يعني مش لا ما هي بالتاكيد هي الان، لانه الحقيقه كان طلع شائعات
وسيادة اللواء بكر عبد الكريم. أنا سوري يعني أنا استفزني جدا المشهد جدا، يعني أنا والله العظيم ما أعرفش، أنا كنت كان نفسي تبقى قدام القذرة دي، إنسانة قذرة بجد بكل المقاييس. أستاذة انتصار بتوجه لك بالشكر. أستاذة بشرة من السويس، أستاذة بشرة اتفضلي. أستاذ وائل اتفضلي يا فندم. ضابط شرطة تعامل باستهانة ولا باستهانة أدت إلى إهانة بدلته وإهانة؟ الضابط عامل بذكاء جدا جدا، لأن هو عرف يكظم غيظه، والراجل القوي اللي يعرف يكظم غيظه. حضرتك دلوقتي أنا زوجة ضابط، لو الضابط اتعدى عليها وبدأ بضرب أو بإهانة للست محدش هيسكت، الإعلام والصحافة هتطلع وتقطع في الضابط، الضابط اتعدى على سيدة في المطار. إنما دلوقتي الضابط اتعامل بحرفية ومهنية وبالقانون. أنا كست لو حضرتك أي حد مش هيستحمل اللي الضابط ده استحمله، أقسم بالله ما حد يستحمله. يعني هو راجل بروفيشنال في شغله، هم مظلومين، لو خدوا حقهم وخدوا واشتغلوا بالعنف هيقولك لا ده بيضربوا في الشعب، لو هو سكت يقولك ده بيتهاونوا مع الناس. طب الضباط تعمل إيه؟ الناس مطلوب من الضابط يعمل ايه؟ يتهان ويسكت علشان ياخد حقه بالقانون، ولا يبدا بالعنف وبقله الادب والوقاحه اللي حضرتك شفتها من الست دي؟ واقول لك بنت عيله وبنت ناس، انا ما اعتقدش فيه اي عيله ولا اي ناس تربي التربيه دي ولا يوصلوا للاسلوب ده. طيب بتوجه لك بالشكر. استاذ محمد من شبرا، استاذ محمد اتفضل. حضرتك هو لا اتفضل على طول، وطي التلفزيون يا استاذ محمد، اسمع من هنا ما تسمعش من التلفزيون. حضرتك هو اتعامل بحرفيه، وبالنسبه ان احنا لو بصينا لها ان احنا مجتمع شرقي هو غلط. حضرتك هو القوي اللي يجزم غيظه، هو اتعامل بحرفيه وهو مش ضعيف، هو كان قادر ان هو يعني شايف الموقف اللي هو فيه لم يكن ضعفا وانما كان قوه ثانيه. لا هو كان قوة حضرتك مش ضعف، لان القوة هو اللي يجزم غيظه مش اللي هو. بتوجه لك بالشكر. معنا محمد من القاهرة. استاذ محمد اتفضل. استاذ محمد ايوه اتفضل. ضابط الشرطة تعامل باستهانة ادت الى اهانة بدلته واهانة كل مصري، ولا تعامل بذكاء قانوني واسلوب متحضر؟ استاذ محمد ايوه فهمت. لا تعامل بحرفيه شديده جدا. بس هو المشكله حضرتك، هم ليه مش عاوزين يقولوا اسمها؟ ليه ما بتقاش اسمها وابوها مين وامها مين؟ ما اسمها مكتوب في كل مكان يعني. لا انا ما عرفتوش، انا لسه اول مره اشوف النارش. لا يعني هنا القضيه مهما كانت، حتى هي مين او بنت مين وفقا للتعبيرات اللي بتقولها، او هي لا ما اكيد هتوديه في داهية ازاي، او هتطربق المطار ده ازاي يعني أيوة ما احنا عاوزين نعرف هي هتطربق المطار كله ازاي، ولا يمكن هتطربق القاهرة كلها. بتوجه لك بالشكر. معانا حنة من الشرقية. استاذ حنة اتفضل. ازيك يا استاذ وائل، اهلا بيك. شايف المشاهد دي ضابط الشرطه تعامل بذكاء قانوني واسلوب حضاري، ولا باستهانه ادت الى الاهانه؟ اولا انا بحييك، انت اعلامي عطل. الله يخليك اتفضل. اول بس ليه تحفظ الاول على 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 السيده، يعني ما نقدرش نقول ان دي ولا بتاع لا ملابسها ولا طريقتها دي، يعني اسمح لي عايز اقول كلمة كده، مش لا لو سمحت يعني مش عايزين ننزلق، احنا بنتكلم عن سيدة انزلقت، فخليها اجلها خليها جواك. الراجل مثل الشرطة الحديث، مصر الحديثة، مصر الجديدة. استاذ حنة الف شكرا. انا بتمنى من ضابط الشرطه حازم، مقدم حازم، يكون سمعنا ليه، لان وانا بتكلم معاه الحقيقه قبل الحلقه في صوته كان في نبره حزن، فاهو انا شايف
ربما يكون في ناس تانية بتشوف الموقف بشكل مختلف، لكن أنا شايف الناس بتتكلم عن أنه تعامل بذكاء قانوني وأسلوب متحضر. هنواصل طرح السؤال. أستاذة نجاة من القاهرة. أستاذة نجاة أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذ وائل. تفضلي. والله أنا بحيي الضابط، وأنا لو شفته أبوس إيده، لأن راجل محترم وهي مش محترمة، وده ياخد لازم نجمة شرف إن عامل واحدة سيدة زي دي. كان لازم أنا لو كنت واقفة سوري كنت قلعت اللي في رجلي ودتها بيه، لأن دي ما تستحقش تبقى إنسانة أو تخش المطار تاني. ما يصحش، لأن دي عملت الناس كلها، اللي خلت الستات اللي موجودين يكرهوها من أعمالها. بتوجه لك بالشكر أستاذة وسام من الجيزة. أستاذة وسام اتفضلي. مساء الخير يا أستاذ وائل. مساء الخير، اتفضلي يا فندم. يا حضرتك، لا طبعا أنا شايفة أن الضابط اتعامل بمنتهى الأدب واحترام ليه وللبدلة اللي هو لابسها، لأن هو لو كان تعامل بطريقة غير كده كان هيبقى بيهين البدلة اللي هو لابسها. ما البعض بيشوف أنه يعني الإهانات كانت متواصلة وكان لا يجب أن يصمت ولا يسكت، كان لازم يتخذ إجراء، يطلب حتى الـ 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 يعني حتى بلاش يعتدي عليها، يطلب القبض عليها، ياخد يا أستاذ وائل كان ساعتها هيطلع لك مليون واحد ومليون حقوقي وناشطي بأي حق بيقبض عليها. لكن هي حضرتك أو عايز حضرتك بقى حق ربنا، وعايز دي مفروض أن الضابط ده حضرتك ده عسكري، يعني رتبة عسكرية، ان هي تتحاكم حسب قانون حضرتك القانون العسكري، انها تأدت على ضابط اثناء تأدية عمله. ولو كان الضابط لط شعرة منها حضرتك كان زمان دلوقتي الدنيا اتقلبت على الشرطة وعلى الداخلية، وكانوا برة اتقلبوا على مصر، مش بس حركة جوة مصر، يعني كان اعداء مصر برة زي اللي جوة وكانوا اتقلبوا. أنا بقدم كل احترامي وتقديري للضابط دوت ولقياداته ولأسرته إنها شافت إن هو حصل فيه كده، وبقول له بجد أنت فخر لكل ضباط مصر. بتوجه لك بالشكر. الحاجة سوسن من سيدة زينب. يا حاجة سوسن اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايفة ضابط الشرطة تعامل باستهانة أدت إلى المزيد من الإهانة ولا بذكاء قانوني وأسلوب يعني متحضر؟ أيوة طبعا متحضر جدا. أنا ست كبيرة مش صغيرة. ربنا يديلك الصحة وطولة العمر. ده لازم يكرم، لازم. وعلى فكرة يا أستاذ وائل، الست دي مش ممكن تكون إنسانة طبيعية، لا يمكن تكون طبيعية أبدا، لازم تكشفوا على عقلها الأول. في واحدة تقلع وتلبس وتزق، ايه ده ايه ده؟ ضابط محترم، كل ضباط مصر محترمين، دول الناس اللي حاميننا. انا في السيدة زينب وببص على اسم السيدة زينب من اشرف الضباط، فلازم ده. وانا عن نفسي كأم لي انا بعتذر له عنها. استاذة مها من السعودية. حاجة سوسن بتوجه لك بالشكر. استاذة مها تفضلي. أستاذ وائل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فندم. طبعا اللي بنشوفه ده منظر لا يرضي أحد، لا في بلد عربي ولا أجنبي، ولا المنظر السيدة اللي طلعة برجليها باينة ولا مؤاخذة وشعرها منكوش، يعني ده لا يدل على إن هي امرأة يعني تستاهل إنها تحترم. والأخ الضابط المحترم تعامل معاها بمنتهى الأدب والهدوء، وهدوءه معاها استفزها وخلاها تتمادى في الغلط معاها. طيب انت شايفة انه تعامل باسلوب متحضر حضاري وبهدوء. بتوجه لك بالشكر. استاذ علاء من الشرقية. استاذ علاء اتفضل. الخير هو البيت. تحياتي لحضرتك وكل مشاهدينك. علاء الشبراوي الحسنية الشرقية بقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ضابط محترم ينتمي لجهاز شرطي محترم، حافظ ليس على بدلته ولكن حافظ على وزارة الداخلية التي
تغيرت بعد 25 يناير. هذه الفتاة التي نسميها الفتاة مجهولة المصدر كانت تحاول تستفز هذا الضابط الكفء المحترم، وده وسام على صدر كل مصري محترم انه يتمنى ان يكون كل طفل ده هذا والده، ان يكون كل شاب ان ده اخوه، ان يكون كل ام ده ابنها. لانه استاذ وائل هم في بعض الناس بتستفز ضباط الشرطة عشان يقولوا ان يعني الضابط ده حضرتك استاذ وائل لو كان مد ايده على هذه الفتاة مجهولة المصدر كان هيقولوا ضباط الشرطه رجعوا لزمان ومش رجعوا لزمان وزي قبل 25 يناير. لكن الضابط شفتوا بجرون الايه وائل بيه خدت حضرتك معايا كان هيقول ان الجهاز تغير ورجعنا لايام زمان. لكن الضابط ده حافظ على كرامه وزاره الداخليه، حافظ على دوله الدوله الجديده اللي هو تعالى. بتوجه لك بالشكر يا استاذ علاء. استاذ وليد من القاهره. استاذ وليد اتفضل. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك. ضابط الشرطه تعامل باستهانه ولا بذكاء قانوني واسلوب متحضر؟ لا هو حضرتك هو لو بالنسبه للقانون هو اتعامل باستهانه، لكن لو بالنسبه نتكلم لوضعنا في مصر هو اتعامل بالوضع اللي احنا ماشيين بيه في مصر. هو كان طبعا الضابط ماسك اعصابه كويس جدا، وطبعا انا عارف ان في ضباط شرطه كتير جدا اصحابي متضايقين جدا ان هو ما اتخذش الموقف القانوني الحازم ان هو يكتفها ان هو يكلبشها ان هو يتخذ ضدها الاجراءات القانونيه نظير. لا ما هو 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 عمل الموقف القانوني، بس هي المشكله انه الناس كانت تطالبه بانه لا يصمت على هذه الاهانه. طب الصمت يعني يعمل ايه؟ فكان اما يبادلها شتائم بشتائم. لا 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 حضرتك ما كانش او ضربات بضربات، انما هو خد الموقف القانوني. لا هو ما خدش الموقف القانوني الكامل. هو الموقف القانوني الكامل هي ما كانت بدات انها تعتدي عليه باللفظ، اول ما اعتدت عليه كان المفروض ان هو يأيدها ويكلبشها لغايه ما تيجي شرطه نسائيه تفتشها. هو ما اتخذش الموقف ده ليه؟ عشان هو لو اتخذ الموقف ده هي طبعا بما ان هي كان معاها حشيش هي مستنيه له الغلطه ان هو يبتدي بس ان هو يمسك ايديها. اتخذ الموقف القانوني السليم هتقوم هي تقطع له هدومه وتقطع هدومها ودخلنا في قصه ثانيه وحقوق انسان وحقوق. خلاص يبقى هو تعامل بذكاء قانوني. ايوه تعامل بذكاء قانوني، بس احنا بنقول ايه بقى؟ ان المفروض ان يعني ايه الموقف اللي احنا كان فيه كتير مننا طالبينه من الشعب المحترم ان هو يتخذ معاه الموقف ان هو قيدها ان هو كلبشها. فاحنا عايزين بعد كده في المستقبل احنا المنظر عمل جوانا مرار. ان شاء الله اللي يهمنا انه هذه النماذج تختفي من المجتمع. القضيه مش قضيه السيده ياسمين اللي احنا شايفينها على الشاشه، لا، في اكثر من ياسمين في المجتمع المصري يستخدم نفس هذه الأساليب بوسائل مختلفة وبتعبيرات مختلفة. نتمنى أنه نموذج ياسمين يختفي. معانا مين؟ أستاذ عاطف من عين شمس. أستاذ عاطف اتفضل. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل أستاذ عاطف. ضابط الشرطة تعامل باستهانة ولا بذكاء قانوني وأسلوب متحضر؟ أنا شايف أن اتعامل بأسلوب متحضر، مش باستهانة ولا قابلية للمهانة يعني. لا لا طبعا ده الذكاء فعلا، لان فعلا راجل اتعامل، لان لو كان مد ايده عليها كانت بهدل فعلا يعني، كانت الناس كلها يقولك الشرطة بتضرب الشرطة بتبهدل، لكن هو اتعامل فعلا باسلوب متحضر. طيب بتوجه لك بالشكر، وزي ما قلت لكم اللي يهمنا انه هذا النموذج يختفي. اللي خلى الناس تهتم أكثر من حكاية بنلاقيها كده، أكثر من واقعة بنشوف فيها ده. تعالوا نشوف في مشاهد تانية نختم بيها لهذه السيدة عشان تشوفوا إزاي إنه الناس اهتمت جدا بهذه الواقعة. لو كانت هذه الواقعة استثنائية ما بتحصلش يعني، كان الناس هتقول ده حالة فردية، لكن لأننا نشاهدها في مجتمعنا بوسائل مختلفة وبأشكال مختلفة هو ده اللي دفع الناس للاهتمام الشديد بها. عايز تتفرج على سين تاني انا ببتهولك، الم شعري وابتدي لك السين التاني والقعلك مال عشان تجيب شرطة السياحة على حق، ولا تختشي وتوطي راسك عشان انا اسمي ممكن اكون اختك. انت ما تعرفش حاجة عني، ها؟ ما ينفعش تقول لواحدة محترمة يا محترم يا ابو لابس بدلة بيضة بيتفوهموا فيها الملكية او النجمة بيتفوهموا فيها داوود معرفش مين او النسب من ورقة مصر العربية، انت واحدة عشان طياريتها اتأخرت من 5:05 ما لحقتهاش لانها متأسفة، كانت 5:44 يعني معناها
25 دقيقه قبل الطياره. قلنا هو في انا حصل اعتداء عليا دلوقتي اهو وبياناته. اسمي ياسمين النرش، موبايلي مكتوب وايميلي والفيسبوك وتليفوني وعنواني في الغردقه، وعندي بنت عندها 7 سنين في مدرسه الجونه، ان كيس لو ما عرفتوش تقبضوا عليا خدوها فيديو. معطلكش بجد. اتفضل. بعد اذنك يا باشا، انا حصل اعتداء دلوقتي عليا، بعد اذن حضرتك هعمل لي سفرها ماشي علشان خاطر نعمل نروح مع بعض. حلو والله العظيم انا عايزه نروح الاسم باشا بعد اذنك. وحياة بنتي وحياة. بص شفت انت شايف الاعتداء ده؟ خلي اتفرج. انت شايف الاعتداء ده؟ ايه اللي على الارض دي؟ ده انا مش علمكم درس، امكم علمتهمكيش، ده انا علمكم درس. يمكن مصر على الوقت. انت هتعتدي عليا بخصوص ليه؟ قول. ها؟ انا مش هعتدي عليك. حلو. لا يعني قصدي حضرتك قلت لي انا في شرطتين جايين يقبضوا عليا. ليه؟ اديني سبب. انت اعتديتي على الموظف اثناء اعتديت وظيفتي. حلو. حضرتك الموظف ولا كل دول؟ والله انا او كلكم اعتبرك كلكم. ماشي. عشان في ناس جت يعني الراجل. حلو. الميه دي مضايقاك؟ مضايقه ايه؟ مضايقه رجولتك ولا مضايقه بنتك؟ طبعا يعني الناس كلها عايزه تعلق، وده كويس جدا انه الشعور بالاهانه ينتقل للجميع، بس فعلا الادب هو اللي بينتصر، الادب بينتصر في النهايه، الوقاحه لا يمكن ابدا ان تنتصر في كل الاحوال. يعني تابعنا ردود فعل مختلفة، هناخد في رد فعل من معانا مين؟ النقيب عماد حمدي ضابط شرطة. نقيب عماد أهلا بيك. أهلا بيك نقيب عماد، تعليقك أنت عايز تعلق على المشهد اتفضل. أنا سؤالي اللي طرحته على الناس، هل تعامل ضابط الشرطة بذكاء قانوني بأسلوب متحضر بأدب يتناسب مع الموقف، ولا باستهانة وقابلية للإهانة شجعت السيدة على التطاول؟ تفضل. والله وحضرتك الأستاذ الضابط تعامل بمنتهى المهنية والحرفية اللي بنحسده عليها جميعا حقيقة، ولكن لو قلنا أن الأستاذ الضابط تهاون مع السيدة ديت، هو ما تهاونش أبدا، لأن أي وصف لأي فعل كان هيقوم به في مواجهتها بشيء يشكل العنف كان هيمثل جريمة ارتكبها الضابط في حق السيدة. فكان هنلاقي ناس كتير قوي تعلق على المشهد ان الضابط تصرف مش كويس وكان لا يعفي ابدا من المسؤولية الجنائية. التصرف بتاعه ان هو بيرد اعتداء، لان طبعا الاعتداء ده ما يبيحش له ابدا ان هو يعتدي هو كمان. فالضابط حقيقي اتصرف تصرف محترم جدا ومهنيه عاليه، وبنحسده على تصرفه ده وبنقول له الله يبارك لك، وانت زي ما بيقولوا في وصف الجريمه التاديبيه ان انت اهنت الفئه اللي بتنتمي اليها، فانت برضه رفعت الفئة اللي انت بتنتمي اليها بتصرفك المهني العالي جدا. نقيب عماد الف شكر. الاعلامية رهام نعمان. رهام اهلا بيكي. خير يا استاذ وائل، اهلا بيكي ومبروك يا رهام على برنامجك في قناة العاصمة، ان شاء الله بالتوفيق دائما. اشكرك يا استاذ وائل، وبعد اذن حضرتك انا عاوز اقول اني انا مدينة لحضرتك بالكثير، انا مش بجاملك يا استاذ وائل، حضرتك دعمتني وكانت الله يخليكي. الله يخليكي يا رهام. ظهوري يا استاذ وائل في برنامج مهم حضرتك بتديره زي برنامج العاشره مساء كان اضافه في حياتي المهنيه الحقيقه، وخلى ناس كتير عرفتني، وكان سبب مباشر في التحاق قناه العاصمه. ان شاء الله ربنا يوفقك دايما. تعليق بقى على ضابط الشرطه، ذكاء قانوني اسلوب متحضر ولا استهانه وقابليه للاهانه؟
شوف يا استاذ وائل، ضابط الشرطه المحترم ده تعامل باخلاق رجل المصري الشهم، هو لم يستهين، بالعكس يا استاذ وائل. انا عايز اقول لحضرتك احنا في وفد نسائي من بعض سيدات مصر وفتيات مصر المحترمات، تقدمنا بطلب لوزاره الداخليه عشان ناخد موافقه لزياره هذا المقدم المحترم في المطار وتقديم الشكر ليه. هذا النموذج والله ده كويس جدا، مبادره كويسه، لان انا قلت من شويه انا كنت بتكلم معاه شعرته في صوته بنبره حزن، ربما انه ما حدش يحب يشوف نفسه كده. صحيح هو اتصرف بشكل رجل يا استاذ وائل، وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الرجل اللي يكون في موقف زي ده قصاد سيده ويجي على اعصابه ويتحمل يبقى عنده ضبط انفعالي وضبط نفس بهذا الشكل، ده رجل نموذج لرجل، انا رجل الشرطه انا اثق فيه واتمنه على مقدراتي، اتمنه على نفسي، وانا نازله الشارع متاخر اتمنه على اموالي، اتمنه على اولادي. فانا عايزه اقول يا استاذ وائل ان احنا هذا الضابط رايحين نشكره ورايحين نقول له ان بوجود هذه النماذج المشرفه في وزاره الداخليه احنا مطمنين، ولازم النموذج ده يا استاذ وائل يعزز ويعمم في كل مؤسسات الدوله. احساسي انا بالامان تجاه مؤسسه الداخليه لما اشوف ضابط بهذه الاخلاق الرفيعه الحقيقه بيطمن مني جدا. احنا عايزين ما بقولش طبعا حد يعتدي على حد ويسكت، بس انا بقول الاخلاق الرفيعه دي يا استاذ وائل والتحمل وضبط النفس ده احنا محتاجينه. ده بقى يا استاذ وائل هنا بيؤكد حاجه مهمه جدا، ان التصرف ده ان لو حصل لو بيحصل اخطاء من بعض افراد في الداخليه او في غيره، فدي افراد دي يا استاذ وائل اخطاء فرديه، ما ينفعش بعد كده نقول ان طبعا لا تعمم يعني القضاء كله في مشاكل. ايوه يا استاذ وائل دي اخطاء فرديه، هذا النموذج بحاجه للتعزيز وبحاجه ان هو يكون قدوه. هو الراجل مش ضعيف، بالعكس يا استاذ وائل، ده اللي يتحمل ده يبقى رجل في منتهى القوه. بس انا برضه يا استاذ وائل ليا ملاحظه صغيره بعد اذن حضرتك. اتفضل. من الممكن طبعا الفيديو اثار يعني اهتمام الملايين في مصر، بس من الممكن ان ده يكون جرح مشاعر ضابط شويه، لان هو اكيد عنده عائله، عنده زوجه، عنده اولاد، فما كانش حابب. بالتاكيد انا حسيت ده الحقيقه في صوته، لكن انا شايف النتيجه. يعني انا قلت حتى نعمل استطلاع من خلال، انا ما شفتش مكالمه قالت اتهمت ضابط الشرطه بانه كان مستهينا ببدلته وكان مستهينا بكرامته. بالعكس يا استاذ وائل، ده هو اضاف نقاء وبياضا على الزي الرسمي اكثر مما هو عليه. وعايز اقول لحضرتك يا استاذ وائل، هذا الشعب المصري يا استاذ وائل بالفطره شعب نقي وشعب نظيف، عمره ما هيشجع التطاول. ومش من الاحترام يا استاذ وائل اني انا اقابل الاهانه بالاهانه، بالعكس ده طبعا الاحترام ان انا اقابل الاهانه بضبط النفس زي ما عمل هذا الضابط. بتوجه لك بالشكر يا ايهام. طبعا يعني طبعا تعليقات الناس كتيره. طب ناخد مكالمتين اخيرتين. مين؟ استاذ مدحت من القاهره الجديده. استاذ مدحت اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. انا اختلف عن اللي اتكلموا كلهم، احنا بنحترم الشرطة، بس ما توصلش اللي احنا شفناه ده يعتبر مشهد سينمائي للكبار فقط. ده فاضل حاجة بسيطة وكاد ان تخلع ملابسها. كان يجب على الضابط من خلال محادثته معاها ان هي ست مش طبيعية، سواء كانت شاربة او واحدة من وسط واطي، كان عمل الاجراء اللي كان امر مثلا امين شرطة او عسكري معاه بالقبض عليها وياخدها المكتب ويتخذ الاجراءات القانونيه السليمه. اللي احنا شفناه ده انا كراجل يعني بتسائل ليه هو لابس بدله شرطه، مش لابس بدله عاديه عشان نقول مواطن عادي، فلابد كان ان هو يتخذ ما يتطولش معاه في المده دي كلها. انت ممنوع من الصف، انا هجيب انا مش عارف مين، انا كل الافلام دي لو سمحتي مع السلامه، يا اما يجيب امين الشرطه او العسكري يكلبشها عصايا باللي هي. ما هو ده حصل بعد كده في نهاية الموقف، لأنه ربما هي عايزة إنه يعني هو إما يعتدي عليها أو يخلي الجنود اللي بيشتغلوا معاه يهجموا عليها عشان يكلبشوها، فتعمل موقف يعني تتحول فيه إلى ضحية يعني. لا يا أستاذ وائل، مش عملية ضحية، ده هي من الأول إن ست عاوزة تعمل مشكلة
واخد بال حضرتك؟ هو ما كانش قاعد يتماشى معاه لغايه كده، يعني هو زي ما بنقول اوفر خالص. لا احنا بنكون وسط، لا في شيء يعني وجهه نظر انه يعني فكره المشهد طول شويه. والحقيقه ده كمان بيطرح سؤال احنا ما خدناش بالنا منه، طب مين اللي صور ومين اللي شير؟ وهل اللي صور وشير عنده نفس النيه النقيه الصادقه انه عايز المشاهد دي نستفيد منها، ولا اللي صور وشير كان عنده اهداف تانية؟ ما هو انا مش عارف مين صور ومين شير. هي حتى بتقول صوروا وصور وهو بيصور وهو عارف ان في حد بيصور، لانه بيقول لحد صوروا، يعني واضح ان كان في حد بيصور. مين صور ومين شير وايه الهدف؟ لكن في كل الاحوال النتيجة الإيجابية اللي تحققت إنه زي ما أنتم شايفين الأدب بينتصر، الأسلوب المتحضر بينتصر، الذكاء القانوني بينتصر على ضابط الشرطة ألا يحزن لأنه كان حزينا بالفعل. أنا شايف إنه تجاوب الناس معاه كبير. تليفون أخير من محمود من الأقصر. أستاذ محمود اتفضل. استاذ وائل، محمود ادريس، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك استاذ محمود، اتفضل بايجاز استاذ محمود. والله انا طبعا يعني عايز اقول لك انا حزين على اللي وصلنا ليه، ان دي مش اخلاقنا. ده اول حاجه لازم اقولها كراجل صعيدي، اقول لك ان دي مش اخلاقنا. يعني اللي حصل في المطار ده جريمه فعلا، يعتبر تكاد تكون حاجه كبيره جدا، لان احنا أكبر من كده، إحنا مصريين شعب طيب، شعب محترم، فإنه راجل بيأدي يعني واجبه. طيب هو سؤالي وجبه. اتعامل بذكاء ولا باستهانة وقابلية للإهانة؟ ده راجل محترم، راجل محترم وتعامل في منتهى الذكاء والحكمة، وده نموذج لرجل الشرطة. طيب اللي أستاذ احنا بنطالب بيه على مستوى جمهوري. بتوجه لك بالشكر أستاذ محمود عشان لازم أطلع فاصل. أستاذ إبراهيم من القاهرة، تليفون أخير باختصار، ذكاء قانوني ولا استهانة وقابلية للإهانة يا أستاذ إبراهيم؟ لا، ذكاء قانوني جدا، وأنا بحكم عملي كطبيب أقدر أقول كطبيب بيتعامل مع حالات، كطبيب نفسي بيتعامل مع حالات عنف، فده النموذج الصحيح اللي اتعامل بيه سيادة الضابط، قدر يمتص غضبها، قدر ما يغلطش نفسه. وبرضه أنا بأكد إن لازم الست دي يتم الكشف على قواها العقلية، لا يمكن تكون سليمة. في خلل حصل نتيجة المخاطر. لا هي سليمة، يعني هي مش مجنونة، هي سيدة معروفة في الغردقة. ما نقدرش نقول يتم عرضها على 45 يوم في مصحة نفسية تتحط يشوف قواها العقلية اللي عمل الحاجات دي وبيتصور. بس انت شايف الضابط تعامل بذكاء واسلوب متحضر. نموذج وانا طبيب نفسي وعايز اتعامل مع حاله فيها عنف او حاله بتستفزني او حاله جايه متهيجه، هو بتوجه لك بالشكر، الف شكر. وزي ما بقول لكم اللي نستفيده من هذه الواقعه حاجتين: هذا النموذج يجب ان يختفي، مفيش حد يقول لاي حد خالص كبيرا او صغيرا انت مش عارف انا مين او ابن مين، مفيش حد يدعي استغلال النفوذ، مفيش حد يتطاول ويعتقد انه هيكون بمنأى عن المساءلة والمحاسبة. ده أولا. ثانيا، عشان لما الموقف ده يحصل لأي حد كيف يتعامل معه؟ أنا شايف القطاع الأوسع من الناس شايفين أنه ضابط الشرطة تعامل بذكاء قانوني، أسلوب متحضر، لأنه البعض كان شايف أنه استهان ببدلته واستهان بكرامته. لكن تخيلوا لو حصل العكس، إيه اللي هيحصل؟ سيبنا ده لاستطلاع الناس. المهم أن تختفي أو أن يختفي نموذج ياسمين من حياتنا، وما أكثر هذا النموذج. شوفوا اللي بيتعاملوا بقى مع العسكري الغلبان، طب ده ضابط، أو مع الموظف الغلبان، أو البعض اللي بيعتقد أنه فوق المجتمع، أو البعض اللي مش عاوز حتى يقف في طابور وعاوز أنه يعدي كل الناس لأنه أهم، هو أكثر أهمية من الناس، وعايز أنه لابد أن يميز. هذه الأمراض العنصرية موجودة بداخل قطاع كبير من الناس. أتمنى أنه مشاهد ياسمين وما حدث لها، هي الآن في السجن، ضابط الشرطة يكرم الآن، وأنه في دعوات لتكريمه على هذا الموقف. عشان كده بقول له لا تحزن، لأنه لاحظت أن صوتك حزين، صوته كان حزين جدا من الموقف، وأنه شايف أنه ربما تداول المشاهد. هو مفيش حد يحب مشاهد من هذا النوع، لكن في كل الأحوال
بنقول له أنا شايف القطاع الأوسع من الناس شايف أنك تعاملت بذكاء قانوني وأسلوب متحضر. بعد الفاصل الحوار اللي أجريناه وانفردنا به مع رجل الأعمال حسين سالم من العاصمة الإسبانية مدريد، واجهناه بكل القضايا بكل الاتهامات، قال لنا حكايات مهمة جدا كان دايما بيتحفظ فيها، فيها حكايات عن علاقته بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، لحد انه يحكي لنا حتى عن حكاية مهمة عن وفاة حفيده ازاي حصلت وايه رد فعل مبارك، بالاضافة الى الاهم من كده الاتهامات الموجهة اليه واللي بدأت قديما بتجارة السلاح في امريكا، وحديثا بصفقات بيع الغاز لإسرائيل، وبينهما اتهامات مختلفة منها أنه الغطاء الاقتصادي لعائلة الرئيس الأسبق. في الحوار هتلاقوا فيه معلومات في غاية الأهمية، بالإضافة إلى في مواجهة تتعلق بالاتهامات وكلام عن التسوية، هل هتوافق الحكومة على التسوية اللي بيعرضها أنه يتنازل عن نصف ثروته يعني 4.6 مليار جنيه لإنهاء كل القضايا، ولا مش هتوافق؟ بعد الفاصل حوار ننفرد به مع رجل الأعمال حسين سالم في أسبانيا. رجل الصفقات الغامضة والملفات السرية حسين سالم يكشف الأسرار والخفايا لوائل الإبراشي في العاشرة مساء. يشرفني ولا بحسعد إن أنا مشيت لأن كنت شايف الإخوان سطالة. ده تحايل يعني. ليه؟ أموال مفروض الحظر عليها. أموال الإخوان. الإخوان. لا، أموال الشعب المصري. لا، ده أموال الإخوان. الإخوان كانوا عايزين ياخدوا كل حاجة. والفتار اللي اختاروه والكذب اللي كذبوه على الشعب المصري. هم الإخوان اللي حكموا الشعب المصري. وضحكوا عليكم. أسرار يرويها لأول مرة عن مبارك والإخوان وقطر. ويحدد الدور الأربعة التي توجد ثرواته وأمواله فيها. إذا عنده أي حاجة ياخدها. نص الخطاب الذي أرسله لرئيس الحكومة للتنازل عن نصف ثروته لمصر. القصة الكاملة لتحقيق السلطات الأمريكية معه بشأن صفقات السلاح. علاقات الوطيدة مع الإسرائيليين. الاتهامات الموجهة إليه بالفساد المالي وغسيل الأموال وبيع الغاز لإسرائيل بأسعار قليلة. يكفي أن تنطق باسم ضيفي الذي جئت للعاصمة الأسبانية مدريد للقائه. سوف تفتح خزائن الحكايات والأساطير. لقب بألقاب مختلفة ووجهت إليه اتهامات عديدة، بدأت قديما بصفقات بيع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت حديثا بصفقات بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أضاعت على الدولة أموالا طائلة، وبينهما اتهامات من نوع أنه الغطاء الاقتصادي لعائلة الرئيس الأسبق مبارك، وأنه الصندوق الأسود لها، وأنه حامل مفاتيح الألغاز والخفايا. لذلك جئت إلى أسبانيا لمقابلته ومواجهته عن رجل الأعمال الغامض حسين سالم أتحدث. حسين سالم رجل الظل الذي اختار أن يكون بعيداً عن الأضواء وأن يكون مهندساً للكواليس السياسية وإمبراطوراً لرجال الأعمال. ولد حسين سالم عام 1928 وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة. خدم حسين سالم بالقوات الجوية المصرية ثم بجهاز المخابرات العامة قبل حرب 67، وبعدها تعرف على الرئيس حسني مبارك وتوطدت الصلة بينهما على مدار سنوات طويلة ليصبح سالم كاتم أسرار مبارك ورجله الأول.
في عالم المال والأعمال يعتبر حسين سالم الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ، حيث أنه أول من استثمر بها عام 1982، ويعتبر خليج نعمة بالكامل من ممتلكاته، بالإضافة إلى عدة منتجعات سياحية منها موفنبيك، وهو الفندق الذي تقام به كافة المؤتمرات الدولية. لعب حسين سالم دورا رئيسيا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز الشرق المتوسط التي يمتلكها. ومع ثورة 25 من يناير التي أطاحت بنظام مبارك، والتي غادر حسين سالم القطر المصري خلال أحداثها هاربا إلى الخارج، كشف الستار عن رجل مبارك وصديقه الشخصي وشريكه في اتهامات عديدة، على رأسها قضية القرن والتي تم تبرئته فيها، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل والتي تم تبرئته فيها هي الأخرى، إلا أنه لا زال على ذمة قضايا فساد مالي أخرى. يذكر أن حسين سالم تقدم بطلب إلى النائب العام للتنازل عن نصف ثروته لخزينة البلاد، كما أكد أنه لن يتراجع عن ذلك الطلب حتى ولو حصل على البراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليه. وحتى هذه اللحظة حسين سالم خارج القطر المصري وأمواله موقوفة بأمر من النائب العام. حسين سالم العجوز المخضرم الذي عاش حياته غامضا يحوي بين طيات حياته أسرارا وملفات شائكة حول حقبة زمنية عاشتها البلاد. جئنا إلى هنا إلى الضاحية التي يقطن فيها رجل الأعمال حسين سالم لامورا ديليخا، هذا واسم هذه الضاحية. بالتأكيد تساؤلات كثيرة تدور في الأذهان تحت عنوان رجال الأعمال والسلطة. علاقة رجال الأعمال والسلطة دائما المخفي أضعاف أضعاف المكشوف. بسأل نفسي، هل سنستطيع أن نغوص في أعماق الشخصية؟ هل سنستطيع أن ننتزع منها اعترافات؟ هل سنستطيع أن نحصل على بعض المعلومات؟ هذا الحوار تم أيضا لأنه حسين سالم أرسل خطابا لرئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب. في هذا الخطاب نص التسوية، التسوية ببساطة شديدة أن يدفع نصف ثروته 4,600,000,000 جنيه مقابل إنهاء كل القضايا. السؤال، هل هذه التسوية في صالح الشعب المصري ولا بتهدر قيمة القانون وقيمة القضاء؟ هل من المصلحة أن تتم هذه التسوية؟ ده سؤال، لكن في أسئلة تانية. من هو حسين سالم؟ إيه حجم المخفي الذي نستطيع أن نحصل عليه منه؟ إيه المعلومات المتعلقة بطبيعة عمله اللي بيختلط فيها العمل الاقتصادي مع العمل المخابراتي والأمني؟ بالتأكيد هي مهمة صعبة، لكن هنحاول إن شاء الله، وهنتجه إلى منزل حسين سالم لنبدأ الحوار. مشاهدينا، سنبدأ فتح الملفات، محاولة فك الألغاز والتلاصم مع رجل الأعمال الشهير حسين سالم داخل شقته في إحدى ضواحي مدريد، دي لامورا ليخا، وهو من أحياء الأغنياء، وهي نفس الشقة اللي كانت السلطات الأسبانية قد ألقت القبض عليه بداخله في عام 2011 ودخل السجن لمدة 6 أشهر. هنبدأ فتح الملفات. أستاذ حسين سالم، أهلا بيك. أهلا بك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا عايز أبدأ بما هو جديد، يعني نتمنى في هذه الحلقة دايما توصف بالغموض الشديد، توصف أيضا بأنه عندك مخزون كبير من الخفايا والألغاز. يعني نتمنى في هذه الحلقة أنه المشاهد يستوعب كل شيء ويفهم كل شيء. هنتخلى عن الغموض؟ لا، متخلين. طيب نبدأ بما هو جديد. الجديد في خطاب
حضرتك أرسلته للحكومة المصرية. أيوة. للمهندس إبراهيم محلب. أيوة. وفي محاولات للتسوية مع الجهات القضائية والجهات القانونية. عايز أبدأ بهذا الخطاب. الخطاب مضمونه إيه؟ عايز تقول فيه إيه؟ أولاً إذا سمحت لي أولاً إحنا صدر لدينا أحكام بالبراءة في قضية الحر وقضية الغاز. قضية القرن وقضية الغاز. عايز أوضح للمشاهد إنه الأستاذ حسين سالم شوية الصوت أحياناً. ده ليه يا أستاذ حسين؟ ده تعب. لا صحيح. مريض. مريض. فبعض الكلمات حبقى أوضحها مع المشاهدين يعني. وبعدين صدر القانون رقم 16 في 12 مارس سنة 2015 مرسوم بقانون المادة رقم 18 مكرر به أضيفت إلى قانون الإجراءات وتسمح بالصلح. إحنا عايزين نطلع القانون بس، ما فيش حاجة تطبيق القانون وبس. بس كون ان احنا نتبرع لمصر ان واجبنا نحو مصر نتبرع عليها، فمصر هي ام الخير. احنا عايزين نتبرع لمصر مش عن ضعف ومش عن ان احنا واقعين اجرام، لا احنا مفيش عندنا اي اجرام بالدليل حكم المحاكم والقانون. احنا عايزين نسوي حلتنا، لان لحد دلوقتي لحد النهارده مش بيعترفوا في مصر بانه في احكام محاكم. طيب لا خلينا يعني نبدا وهنناقش كل ده في الخطاب اللي حضرتك بعته للحكومه المصريه. بتتكلم فيه عن ثروتك بالكامل، يعني قايل فيه الثروه بالكامل. ايوه. وحددت هذه الثروه بانها 7 مليار جنيه داخل مصر ومليار جنيه خارج مصر. ايوه. وقلت طبعا عدت الممتلكات ممكن نقولها للمشاهد لو حضرتك هل تتذكر ممكن نقولها ولا اقولها من الخطاب. 3.4 من 10 مليار جنيه مصري قيمة فندق الجولف في شرم الشيخ، و عندي هنا 500 مليون جنيه قيمة محطة التحلية في شرم الشيخ، وكذا محطة التنقية والأنابيب والخزانات الخاصة، وإحنا هنشوف الخطاب على الشاشة. في كمان 700 مليون جنيه قيمة 36 فدان بجزيرة البيضية. هنا بتقول إنه بالإضافة إلى ثروتك خارج مصر 146 مليون دولار، وهو ما يوازي مليار جنيه مصري يعني. أيوة. هل دي كل ثروة حسين سالم؟ دي كل، وهي دي بسيطة. هو هذه بسيطة، دي ثروة جمعتها عن من الجهد والعرق والعمل الجاد مدة 50 سنة. لكن البعض بيتحدث عن 40 مليار جنيه أجهزة رقابية. البعض طبعا حد في الناس الثانيه بتقول لا اسمع ده 100 مليار. انا بيقول 150 مليار، كل بيقولوا 40 مليار و100 مليار وبتاع. ياخدوا الثروه اللي فاصل ويدونا نص ربع ثمن اللي بيقولوا عليه. طيب يعني انت بتقول شوفوا حجم الثروه ايه وانا متنازل عن نصفها، هي دي التسويه. اولا انا مش متنازل، انا متبرع. في فرق بين التنازل عشان اجرات وفي فرق بين التبرع. فاحنا بنتبرع ليس لا نتنازل نتبرع. ما هو كلمه التبرع دي يا استاذ حسين بتثير حساسيات. البعض بيقول ايه؟ انه انت حققت هذه الثروه داخل مصر. ايوه. وبالتالي حققتها من مصر. أيوة. وهنا البعض يوجه اليك اتهامات بانك حققت معظمها بأساليب غير مشروعة وباستغلال النفوذ مع الرئيس السابق وعائلته. فهنا لما تقول أنا بتبرع وكأنك بتمن على الحكومة المصرية. مفيش من على أو بتمن على الشعب المصري. مفيش من. أنا عايز أقول لك حاجة، الثروة ضخمت مش لأنه حضر ضخمت، الثروة نمت. في فرق كبير بين النمو والتضخم. نمت لأنه البلد غلت، وانا مش الوحيد في رجال الاعمال اللي ثروته كبرت. كبرت ليه؟ لانه البلد غلت مره واحده، مره اثنين عملت انفراستراكشر، حطت ميه،
محطة كهرباء، شوارع، ومحطة خيط، كل ده عملناه في مدينة مصر. فالأرض غير بالعشرين جنيه لخمس سرية، عمل لها إيه؟ أقول لأ، أنا ما اتضخمتش عندي حاجة وما أخدتش حاجة. لما تتضخم الثروة إطلاق، الثروة نامت. عايزين ما تنموش؟ ما تنموش، بلاش استثمار. طيب. وقف الاستثمار. طب يعني أنت بتقول إنه هذه الثروة تضخمت ونامت بسبب الزيادة في الأسعار؟ نمت، لم تتضخم. نمت. ولم يساعدني أحد فيها. لم تتضخم. طيب أنا عشان بس ده يعني كان في مجموعة ملاحظات على ده هقولها بس بعد ما نخلص الكلام عن التسوية. طيب هل التسوية جادة؟ لأن أنا لما بشوف الجهات الحكومية القضائية بتتعامل مع التسوية بتتعامل معها على إنها ليست جادة، وبتقول إيه إنه حسين سالم يطلق كلاما في الهواء وخلاص. طب وأعمل لهم إيه؟ أنا أعمل لهم إيه؟ الحاجات دي كلها عندهم. الجوابات دي اللي سيادتك قالتها دلوقتي عندهم، اعمل ايه اكتر من هذا؟ طيب انا هجيب لحضرتك بس كلام وزير العدل، لان وزير العدل المستشار محفوظ صابر قال انه كل اللي بتقال عن حسين سالم والتسوية دي اشاعات. محامو حسين سالم يتقدمون، انا بجيب لحضرتك النص، يتقدمون بطلبات، وعندما نطلب منهم توكيل خاص أو نطلب منه أن يحضر حسين سالم إلى مصر ما بتحصلش حاجة. ده كلام وزير العدل. تعليقك على ده قبل ما أقول لك كلام كمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع. تعليق إنه إحنا تسأل المحامين إذا كان عندهم توكيل، وهل إحنا اللي فقدنا نوافع التوكيل؟ إحنا عاملين توكيل المواد وزارة العدل وزارة الخارجية الإسبانية والسفارة المصرية توافق عليه. السفارة المصرية؟ وعند استاذك التوكيل. توكيل القضايا. مش توكيل بيع ولا شيء، توكيل قضايا بس. ليه خايفين بقى من التوكيل؟ ده اللي بيقوله المستشار يوسف عثمان. لأن النائب العام الملاكي أصدر تعليمات لوزارة الخارجية بعدم توقيع أو اعتماد أي باور وزير الإحساس. حضرتك بتتكلم عن النائب العام طلعت عبد الله ايام الملك. الاخوان ايوه، فاحنا لازم تصطفى في الاخوان ولا بعد الاخوان. المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع قال ان كل اللي بيقوله حسين سالم عن التصالح مع الجهاز في قضايا الفساد المالي والكسب غير المشروع احاديث اعلام فقط، وانه لم يقدم اي تسويه حقيقيه حتى الان. تسويه حقيقيه ازاي؟ إذا كان قضية الغاز محكوم فيها ب 2 مليار دولار، وقضية الغزير المبنية على الغاز محكوم. قضية الغاز محكوم فيها بكام؟ 2 مليار دولار وكسور. 2 مليار دولار وكسور. وقضية الغزير المستند إلى الغاز محكوم فيها ب 2 مليار دولار وكسور زائد الغرامات 2 مليار دولار. أتحاسب إزاي؟ إذا كان ما عنديش هذه المليارات اللي بيدعونها. أتحاسب إزاي؟ بعد قلت لهم أنا حزن نية أهو. احنا القضاء ولا حكم هو عنوان الحقيقة، مش كده ولا ايه؟ الحكم عنوان الحقيقة. انا استضل حكمين براء عنوان الحقيقة، عايزين يتعارفوا فيهم يتعارفوا فيهم محررين، احنا استضل لها عنوان الحقيقة. يعني انت بتقول انا خدت براءة في قضية الغاز، بيع الغاز لإسرائيل اللي مطلوب منك فيها كام؟ 2 مليار دولار. طب ما انت يعني 14 مليار جنيه. طب ما انت عشان عملت عمولات يا استاذ حسين. يا راجل عمل لي من الجاد. عملت عمولات من صفقات بيع الغاز لاسرائيل. ما حصلش. عملنا ولا حصل الكلام ده خالص. وسبت الشركه من فبراير 2008 بعد ما فضل الخط. ما حصلش. شركه الغاز اللي شركه الشرق الاوسط. ايوه. سبتها وتخرجت منها في فبراير 2008، والغاز بتضخه في يوليو 2008. وبعدين حصل تعديل الاسعار في 2009 باسر رايل، وما كانتش الاسعار حتى اللي تصدر بيها الغاز في 2008 اسعار بخسه، بل كانت التكلفه كانت حوالي 56 سنت حسب ما جاء في حكم المحكمه، واحنا كنا بنبيع ب 3 دولار.
لا مش في الاول بتبيع ب 3 دولار لما تم تعديل السعر بعث الراجع 2009 بعث الراجع. طيب احنا لسه هنتكلم عن ده يعني كل اللي حضرتك بتقوله ده عناوين هنتكلم فيها. هي. لكن انا بقول انه التسويه انت حضرتك عايز تعيد للحكومه المصريه كده 4 مليار و600 مليون ده لا دي قضية الغاز، قضية الغسيل مستند اساسا الى الغاز، قضيه غسيل الاموال. اه ما تقدرش تعمل قضيه غسيل اموال حسب القانون الا اذا كان هناك مال غير مشروع. هم اعتمدوا قضيه الغاز اتحكم فيه في 28/6/2012، قضيه الغسيل اتحكم فيها في شهر 10/2011، يعني قبل قضيه الغاز بستة شهور. ففي حاجه مش مفهومه عايزين نفهمها، ازاي تحكم في قضيه غسيل قبل ما تحكم في قضيه المال غير مشروع؟ بدايه قضيه غسيل الاموال. آه. ما هي قضيه غسيل الاموال حتى السلطات الاسبانيه هنا تحقق معك بناء على قضيه السلطات المصريه ووفقا للتعاون الدولي بين البلدين. طيب يبقى هنا الـ والقضيه ما زالت منظوره، يعني حتى حضرتك وفقا للخطوات القانونيه لابد ان توقع لا عند السلطات الاسبانيه، لابد من ان مصر تقول انه حصل براءه من الغاز. انت عايز تقول انه تبرئتك في قضيه الغاز يعني يخلي ما فيش قضيه غسيل اموال؟ اه يجعل قضيه غسيل اموال ليست موجوده غير ذات قيمه قضايا، يعني هنا في انشطه مختلفه مكتمله. ما انت في صدر حكم يا استاذ حسين عليك بالسجن 10 سنوات لا 50 50 ايه؟ سنة 49 سنة 15 في الغاز و15 في البنك القضية و7 غسيل الأموال و10 في ميد 47 سنة 47 سنة؟ اه لكن الحكم اللي عليك الآن قضية الغاز خلاص الحكم فيها انتهى يعني؟ اه خالص والغسيل يعتبر انتهى. طيب لكن في عليك حكم بالسجن قضت محكمة الجنايات الأسكندرية بمعاقبتك أنت ونجلك خالد وابنتك السيدة ماجدة عضوي مجلس إدارة الشركة، يعني بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم في قضايا تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر لشركتين حكوميتين تعملان في قطاع البترول، وتم الحكم معاكم على موظفين حكوميين بأنهم يعني عملوا عملية الفساد معكم يعني، والنيابة قالت أنه المتهمين هنا بصفتهم موظفين عموميين في الفترة من 1999 ل 2011 أنهم حصلوا على ربح بدون وجه حق، وتم الحكم عليكم وإلزامكم برد الأموال. كام؟ 11 مليون و 125 ألف 11 مليون جنيه. تسمح لي يا رب تسمح لي تفضل. قضية ميد إلك ذات ثلاث موضوعات. أولا لماذا عملت شركة كهرباء؟ ها ليه؟ لأنه كنت أنشأت رفاندر ما زالت موجودة وبتكسب 200 مليون جنيه كل هذا اللي هي ايه؟ ميدور شركات الريفاينريز عشان انت انشات شبحات الكهرباء ليها تتخربت. ليه؟ لان الكهرباء لو اتقطعت اكثر من 10 ثواني يقف المكن، وعشان تحمل المكن تاني ويشتغل عايز 45 يوم. فكان لازم تنشئ مع شركه الكهرباء. اه كويس. فعملت الكهرباء جات شركات تانيه بتوع ريفاينرز برضه في اسكندريه، ريفاينرز اتكلمنا لو احنا بعنا الكهرباء وصدر قرار بين وزاره الكهرباء كتابي قرار يعني قرار وزاري سمح للشركه انها وطلبوا يتعاونوا. جاء برضه النائب العام الملاكي وراح عملها قضيه. المستشار طلعت عبد الله وقتها. ماشي بس الحكم صدر هذه الايام. انا بقول لك يعني ملوش بقى علاقه بالاخوان هنا يا استاذ. لا لا الحكم صدر في 3/9/2014. الحكم صدر لما القضيه ماشيه من 2012 من ايام مرسي. طيب لو القضيه
كانت فاسدة ما كانش هيصدر حكم، لكن كون صدر حكم علينا أن نحترم أحكام القضاء. مفيش كلام. بس عايز أسألك سؤال. تفضل. هل يعقد أن أنا مش موظف في شركة التكرير اللي في اسكندرية أقضي عقد لشركة الكهرباء كرئيس مجلس إدارة أو مسؤول عن الشركة بلاش، هل تقبل إلى حد يروح يبيع عقار خاص بك شخصية؟ لا. إزاي رؤساء مجلس الشركات يطلعوا براءة وإحنا نطلع وجريه؟ آه يعني هم يطلعوا براءة وانتوا يتحكم عليهم بالسجن؟ مدلع براءة كل رؤساء اللي هو مين؟ اللي ما أعرفش اسماء. آه بس أنا الحاجة الثالثة، إحنا سابين الشركة دي من سنة 2000 بيحاسبونا على ايه؟ ده كان ناس مغرور، دي كانت سماوية سنة 2012 و2011 كانت مغرور وسماوية. طيب بس الحكم صدر هذه الايام. شرحت لك الحكم شيء صدر بعد سقوط الاخوان وبعد الحكم شيء والقاضي ما بيبصش غير قدامه، ملوش غير القضية العادية. احنا ما عندناش حد دافع علينا في مصر، كان القانون بيقول المتهم الغيابي لا يجوز انه يوكل محامي دفع، ما فيش حد دفع عنه، فراح القاضي فعل حكم غياب. واحنا غياب، احنا فين؟ انت لسه قايل احنا في صدر مرلخ مدريد، احنا فين؟ احنا بره مصر. هو طبعا القانون لانه بيحظر على المستثمرين المصريين والاجانب بيع الكهرباء لغير الهيئه العامه لكهرباء مصر. مين صاحبها؟ مين صاحب الهيئة العامة لكهرباء مصر؟ الحكومة. إذا كان وزير الكهرباء اللي هو بيمثل الحكومة طلع أمر وزاري بالسماح لنا ببيع الكهرباء اللي بيدور، وإذا كان موضوع الكهرباء حل مشكلة لميدور واللي للشركات التجميل، إذا كان هذه الشركات هي الوحيدة اللي بتدك سولار في مصر، سولار ازاي تحاربني على اني حليت لك مشكله من غير ما اعتدي عليك؟ لا بتتعاقب لمخالفه القانون وعلى كل حال لمخالفه القانون على كل... لا لا مش خالفه القانون، لان طالع قرار وزاري من ايام من الحكومه بالسماح لينا وللشركات دي انها تتعاقب. ما خلفناش، ما خدناش حاجه ورا ظهره. ما هو ده اللي بيستند، ده كان استغلالا للنفوذ. ما خدناش حاجه ورا ظهره. وعلى كل حال 11 مليون جنيه يفضل ياخدوه. احنا عاملين في صلح 3.4 مليار ياخدوا منه، يعني 4 مليار و600 مليون جنيه. اللي عرضوا في الصلح. ثروت حسين سالم فين قبل ما كمل ده؟ في مصر. لا بس مش في مصر بس. لا في مصر وجزء في الخارج 10% بكتير، وفي الخارج. فين في الخارج؟ بنفس الشفافية موزعة بين سويسرا واسبانيا وهونج كونج. وإذا ظهر أموال أخرى خلاف اللي حصل عليه يفضلوا ياخدوها هدية لمصر. يعني أنت بتقول أنا ثروتي الجزء الكبير منها داخل مصر والجزء القليل موزع ما بين هونج كونج، سويسرا، اسبانيا، وإذا وجدتم أموالا تانية خدوها. خدوها. حلال عليك. وسدوا نص. لما جايز مخبيها تخفيها يا سلام. تخفي اموال يا سلام. بعض الاجهزه الرقابيه في مصر بتتكلم عن 40 مليار جنيه ونعمل لهم ايه؟ ما يتكلموا زي المحافظين. وحضرتك عايز تعيد فقط 4.6 مليار. انا ما عنديش 40 مليار جنيه. انا بمنتهى الامانه جت شركات في مصر مسجله لدى البنك المركزي قيمه ثروات مصر اللي هي اللي كان ضد الحاجات دي. وفي كشف انا وعدته مع الحاجات دي الاموال اللي عندنا بره. المجموع ما عندي من اموال داخل مصر 7 مليار جنيه مصري، وخارج مصر ما يعادل 147 دولار 147 مليون دولار تعادل حوالي مليار. يبقى مجموع الثروه جنيه مصر، يبقى مجموع الثروه حوالي داخل وخارج 8 مليار. فانا عرفت اتنازل لمصر باعتبار ليها خير عليا، وعشان خاطر ان رايح بالنا، وانا والواحد مش عايز دوشه، والحمد لله رب العالمين كده اهو
14 يعني 59 و17 عامل ايه اكتر من كده يعني كام؟ انا عايز اوضح بس 57.5% 57.5% من ثروتك كلها في الداخل والخارج. هو الدليل شوية يا أستاذ حسين البعض يعني بيدلل على أنه التسوية يعني في التوكيل مثلا المسؤولين قالوا أنه لو حصل حسين لو التوكيل ده تم أنت بتقول مشكلتي أنه يعملوا للمحامي بتاعي توكيل فهنا حتى الجهاز الكسب غير المشروع بيقول أنه التوكيل ده هيمكن المحامي بتاعك أنه يتصرف في أموالك وأن أنت إزاي تتبرع بأموال هي ليست في حوزتك يعني هذه الأموال الآن متحفظ عليها وإنت هارب هذا ما يقوله جهاز الكسب غير المشروع وبالتالي كيف تتحدث عن التبرع بأموال هي ليست موجودة في حوزتك أولا بالنسبة للتوكيل التوكيل اللي معمول توكيل قضايا وموجود فيه نص إنه لا يجوز للوكيل اللي هو المحامي انه يبيع اي اصل من الاصول بتاعتها يعني ده توكيل مش هيمكن المحامي من التصرف في الاموال اطلاق ده توكيل عشان يحضر امام الجهات القضائيه فقط الجزء الثاني في السؤال انه حسين سالم هارب وامواله متحفظ عليها فكيف يتحدث عن تبرع عشان كده طلبنا الصلح هرب من ايه؟ من الغاز ولا من الفيلات؟ هرب من ايه؟ من ده ظلم من احكام قضائية فين؟ ما اتلغت مش خد براءة مرتين في القرن وفي الغاز ما اتلغت بس في قضية محكوم عليك فيها 10 سنين سجن طب عشان كده مش ب 11 مليون جنيه 11 مليون جنيه اتفضلوا خذوه بس القانون بيقول كده المادة 18 مكرر به اللي طلع بها القانون رقم 16 لسنة 2015 في 12/3 بيقول كده اتفضلوا خذوه الأرض اتفضلوا خذوه أهي زي ما هي عايزين إيه تاني أنت هدفك إيه من التسوية يا أستاذ حسين بوضوح يعني راحة البال بس راحة البال مش النجاه من السجن لا النجاه من السجن مفيش احكام السجن احكام السجن بتاعتها توت راح خلاص صار لا في قضايا لسه السلطات الاسبانيه تحقق في غسيل اموال في مصر في غسيل اموال بناء على ظلم مصر طيب لما جاءت السلطات الاسبانيه والقت القبض عليك هنا في هذه الشقه عام 2011 ممكن توصف لنا المشهد اللي حصل بس هذي عايزين ننسى الموضوع طيب انت عايز تنسى غلب لانه كمان القي القبض على ابنك لانه القى القبض على ابني وبنتي ايضا ودي نكبه وقعدت في السجن قد ايه ست شهور طيب ما هو هنا كمان بيقولوا انه السلطات الاسبانيه وجدت 35 مليون يورو سيوله في منزلك وده مبلغ كبير ده كلام اعلامي ده كلام الاعلام لا ده كلام السلطات الاسبانيه لا ده كلام الاعلام السلطات عارفه الحقيقه طب وجدوا كام 5000 سنه حاجه لا 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 معقوله والله يعني مش ال 35 مليون يورو ده وفقا ده موجودين في البنك 17 مليون يورو موجودين في البنك ده ما حصلش تقريب في اسبانيا ولا غسيل اموال ولا حاجه واخلي سبيلك بكفاله دفعت كام كفاله 5 مليون يورو 5 مليون يورو انت بتقول انا عايز التسويه علشان راحه البال ايوه ولا علشان ما يلتصقش باسمك يعني لا يظل البعض يقول طبعا دقيقه الاسم دي مهمه عشان الاجيال القادمه اولادي واحفادي والحاجات دي لازم ابوهم يبقى نضيف لان احنا نضاف وما عملناش حاجه غلط يعني انت بتبحث انه احفادك ما لا يظل هذا التعبير انا عندي احفاد كلهم على وش جواز
كلهم اتجوزوا ازاي؟ عيشوا ازاي؟ ويتجوزوا ازاي ويعيشوا ازاي؟ وبيتقال على جدهم انه نهب الاموال يعني. مش ده انا وهم مجمدين. انا واحفادي مجمدين. اموالهم؟ اطناش. النيابه والكسب غير مشروع جمدوا جميع الاحفاد وجمدون. اولاد والبنات والاحفاد. ذنبنا ايه؟ لانه الـ 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 الثروه تم تحقيقها من خلال العلاقه مع الرئيس السابق. لا صحيح. ومن خلال استغلال النفوذ. لا انا قلت لك الثروه نامت. انت ما بتشيلش النهارده في اي حي من الحي باكس واي زي بعد 20 سنه مش بتبقى بتغلى. بعد 20 سنه بتبقى مليون جنيه. يبقى استرقت. افهم. يبقى سرقة. طيب انا بس في حكاية الثروة دي يعني مثلا عندي النموذج اللي اتقال في ميدور يعني. وده الحقيقة بس عشان بكمل الجزء ده يعني يبقى يعني اذا كان الدكتور كمال الجنزوري في مذكراته اللي كتبها قال انه حكى حكاية ميدور وقال ان انا رفضت ده لانها وجدت نفسي يعني امام فساد يعني امام تكسب. اقول لحضرتك اللي قاله بالنص؟ لا مش هتعرض ده خالص. خلينا في المضمون نوضح المضمون. ولا مضمون ولا حاجه. النهارده ميدور انا فيها انا شريك فيها؟ لا. انت ملكه مين؟ الدوله. تسوي كام النهارده؟ 8 مليار. بطلع تقرير حديث انشئ سنه ما فيش من 10 سنين. بطلع تقرير حديث 100,000 برميل يوميا. ده يساوي كام النهارده المصفاه؟ ميدور بس عشان اوضح شريك مصري وشريك اسرائيلي. ميدور يعني شعلها مدير شركه ميدور للناس يعني. يا بيه ميدور من 10 سنين مملوكه لحكومه مصريه. من 10 سنين ما هو بعد ما انت بعت اسهمك اللي موجود اربع مرات وسبناها للقوات. طب ميدور تاسست ليه يا استاذ حسين؟ يعني عايز اوضحها. تقرير بترول. تقرير بترول. واستفاد من وجود اليهود ان احنا استعملناهم في الحصول على تمويل. الحصول على تمويل. ايوه. ما هو هنا ده اللي بيتكلم. انت مش عايز تتكلم عن اشخاص بس ده اللي بيقول عليه الدكتور كمال الجنزير ان انا فوجئت انه محافظ البنك المركزي بيقول لي انه انتوا عايزين قرض لضمان حصة الجانب المصري وحصة الجانب الاسرائيلي. فقال ازاي اقبل سنة ده؟ جزء كبير من التمويل تم من بنك الاستثمار الاوروبي. الاوروبي. بنك الاستثمار الاوروبي اول مرة يدي اقلاع خاص اموال. بنك الاستثمار الاوروبي ما بيديش اموال الا بضمان البنك المركزي. وعلى كل وعلى البنك المركزي وعلى كل وعلى جميع الحالات. فهذه الضمانه انتهت. المال كلها سددت. فالضمانه خلاص. لان كانت ضمانه سولد قوي سليم. الدكتور الجنزوري انه فوجئ انك رحت له وقلت له ان انا عايز ابيع اسهمي. والسهم فوجئ انه قفز الى 4000 دولار بعد ما كان 1000 دولار في 3 سنين بس. يا ريتني ما بعت. دلوقتي بقى 8000 دولار. تم. ما انت بعت. هو بيقول انه حسين سالم بالشكل ده السهم ب 1000 دولار بقى ب 4000 دولار لما بيبيع حصته. فده مكسب كبير الى حد انه كلم اللواء عمر سليمان. كلم اللواء عمر سليمان وقال له ازاي ده؟ قال له ما هي تجاره بقى. وماله؟ انت مش بتشغل استثمار وده استثمار جاي. ما فيش غير نفوذ الحاجه، استثمار جاي. فالنهارده يا ريتنا ما بعنا. كانت حصتي كام في الميدور؟ 20%. 20% فقط لا غير. في ميدور. ده اللي كنت ببيع. ويا ريت غليتهم لغايه دلوقتي. كانوا 8000 النهارده.
النهارده السهم ضعف 8000. اه طيب ما هو 8000 انت وقتها لما بعت ب 4000 دولار ما هو ده برضه مكسب كبير يا استاذ حسين. ما بعتش ب 4000، بعت ب 1200. هو كان تخبطه ب 1000، بعت ب 1200. الدكتور كمال جنزور يقول لا ب 4000 دولار يعني ما يقول ما هو يعني اربع اضعاف تزيد القيمه. ومال هو المشروع الصناعي غير كده، المشروعات الصناعيه كده والاستثمار كده، واذا كنت هتسيبين حساب كده هيجي الاستثمار ليه؟ هيجي ازاي اذا ما كنتش في مكسب؟ طيب استاذ حسين، في الجانب ده عشان نبقى موضحينه للناس، يعني البعض هنا هيقول انه ازاي من هو حسين سالم؟ يعني مهم ان انا اوضح ده من البدايه. صحيح احنا دخلنا بالتسويه لان انت بتقول دلوقتي انا بقول للحكومه المصريه خدوا 4,600,000,000 جنيه وننهي كل القضايا. انا بقول لحضرتك الجانب الثاني بيقول ايه، وزاره العدل الكسب غير المشروع بيقولوا كلام ثاني، بيقولوا انه ما فيش تسويه جاده وحقيقيه. اللي قدام سته مش تسويه جاده، الورد اللي سته خدته الارض مش تسويه جاده ولا تسويه صوريه. لوكاد الجولف اللي هي عرض التبرع بيه مش جاده، مش على الطبيعه، مش عينوها اللي هي موجوده متحفز. اللي هي موجوده في شرم الشيخ. مش عينوها، مش متحفزين عليها. محطه الميه مش موجوده، مش مساهمه فيها الدوله لحد النهارده، لحد اليوم مساهمه الدوله في محطه الميه، شركه مياه جنوب سيناء. الارض مش موجوده، الارض موجوده، فايه اللي بتكتشف فيها؟ ايه اللي مستنيه؟ بعيد بقى عن الارقام والاحصائيات. أيوة. يعني انت تقدم تسويه جاده وبتقول انه هذه الاموال موجوده، موجوده على الطبيعه ومحددها انت. انا اقدم من تسويه فيها تبرعات او تنازلات عينيه مش وهميه، هذه التنازلات عينيه ليست وهميه، تنازلات عينيه وليست وهميه، يعني موجوده اصول يعني. ايوه هنا لما يتقال انه اصل حسين سالم هارب، طب ما يجي الى مصر ويسوي. اجي لمصر ازاي وعليا لحد النهارده 17 سنه سجن؟ تروح مصر انت لو عليك 17 سنه؟ انت مش مؤمن انك بريء يا استاذ حسين؟ ما انا بريء. اذهب اذهب وادفع ثمنا يعني. قضيه بيت لك وقضيه التاني بتاع الغزير لسه احكام وعلاقه على لعبتنا. طب هل الحل انك تهرب وتسيب البلد؟ مين قال انا هرب؟ مين قال انا هرب؟ انا ما هربت. لا لما الثوره تقوم 25 يناير هتلاقي عربيه ولا باخذ في السكه جايه تدهسك، بتبعد عنها. لا انا ما هربتش. لا عربيه جايه تدهسني ابعد عنها بالوسائل القانونيه. هتهرب. بس دي مش عربيه بتدهسك، ده قانون، ده محاكم. ده قضاء. كلم محامي بقى. طيب 25 يناير اما تمشي 29 يناير مش ده احساس بانه انت خطا وارتكبت اخطاء كثيره وانه في فساد مالي فبتقول ايه لما اخلع بسرعه؟ لا انا مشيت 29 يناير لان كان عندي ميعاد مع الدكتور في زيورخ في سويسرا. في سويسرا انا خرجت عشان خاطر اتعالج من المشكله اللي سيادتك ملاحظها، وبعدين واحنا هناك الاحكام تترف والتجميد ده تترف فهمشي. لا انت هتتعالج في يوم وترجع تاني يوم. لا مين قال لك هتتعالج في اسبوع؟ انا اتعالجت اهو، ما اتعالجتش. البيوت مقفول مش سمع بشام الله وما كدبش يا باشا. لا يوم 29 يناير ما كانتش تشمع لغايه النهارده. لا يوم 29 يناير لا شمع حاجه من اول يوم، ما كانش لسه الرئيس. لا شمع حاجه على طول من اول يوم بعد 25 يناير. ايوه على طول. بس كان الرئيس السابق مبارك في الحكم ومال لم يتنحى، لم يكن قد تنحى بعد. الكشف نفسه بياخد وقت اسبوعين ثلاثه، وبعدين تحليل، وبعدين كانت سكان، وبعدين 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 على ما
على ما كشفت وحلله وشخصه مظبوط المرض ايه كان وضعت الاخداب خلاص على البيوت ارجع اعمل ايه؟ اه يعني تشمعت بيوتك كلها و معظم شركات وكل وفرض الحظر ترجع تقول انا بريء سامتثل للقضاء المصري وسادفع ثمنا اذا ادنت، لكن ان يظل العنوان حسين سالم الهارب، ما هو ده العنوان اللي يمكن ان يزعج مش احفادك. مش قضايا ده، قضايا الاعلام. الاعلام والدار الداهية. الاعلام ماله يا استاذ حسين؟ بس ما انتوا لحظة تأجبونا في حكايه الغاز بدون مناسبه. لا الغاز لسه هتكلم فيها انا، بس هي مش الغاز بس. والهارب علامات تقولوها الهارب لحد دلوقتي غير هارب. لا طول ما حضرتك في اسبانيا هنا تبقى هارب. لا انا اسباني. طب اسباني ما هو ده بيخلينا باخد بس الجزء الثاني. طب انت ليه لما سافرت 29 يناير سافرت بطائرتك الخاصه يعني؟ في المطار. سافرت في المطار عادي. السفر في التوقيت ده يا استاذ حسين معناه الهروب. حتى الدكتور قلت انت تحدد بعده، انا ما كنتش هربان. قعدت 25 26 27 و28 ما هربتش من حاجه. لا ما هو 29 هو اليوم التالي ل 28 اللي هو سقط. لا سقط فيه الشرطه، سقطت فيه الشرطه. اليوم اللي الاخوان فيه يوم 27 اليوم اللي الاخوان ركبوا الثوره. كنت عايز اخبط تحاسبني ان انا مشيت من قدام الاخوان مرحب يشرفني ولا بحس عني ان انا مشيت، لان كنت شايف ان الاخوان سيطره 29 بعد الظهر. ايوه فلقيت ان الاخوان هيقفزوا فقلت تاخد الطائره الخاصه وعندك مع الطبيب. لا ما لقيتش اخوان اخبطوا ولا امون. انا لقيت انه كان عندي مع الطبيب. عايز انهي موضوع التسويه. التسويه حضرتك بتقول انه هذه الثروه كامله، واللي عنده اي اللي لا اي حاجه ياخدها. غير الفلوس اللي بره والحاجات اللي جوه ياخدها. شايف هنا انه على الحكومه المصريه يعني انها انك نصف الثروه ده افضل من انه تبقى فيه محاكمات في النهايه لا تؤدي الى شيء، او انه ايه اللي هيستفيده البعض من سجنك. ده هدفك يعني. لو قدرنا نحرر الناس من الحقد والحسد اللي موجودين في البلد يبقى عظيم. وايه الحقد اللي موجود هنا؟ اللي انا فيه هنا اهو، هنا مفيش. كل المشاكل جايه لنا من مصر. كل المشاكل كل تجميل وكل الحاجات دي هنا وفي سويسرا وفي كونج من مصر. انت اموالك ايضا في هونج كونج تحت الحظر. اي نعم. طيب ما هو هنا كان اعلن، انا بس هجيب الجواب، انه احد رجال الاعمال الاتراك. ما هو ده ما هي دي من الحاجات اللي بتخلي البعض كمان يا استاذ حسين تقول الاستاذ حسين بيتحايل. فجبت رجل اعمال تركي عملت له توكيل يسحب فلوسك من هونج كونج. لا عملت توكيل. اسمه علي ابسن. افسن. شوف يا سيدي، يبقى بنتحايل. في 2011 في لا ما بنتحايلش. في سنه 2011 على وجه التحديد في شهر 4 و5 و6 نزلت الاخوان المصريه انتهى في الاستاد بتاعت الوقاعه وتجويد الاوان اللي عند اوروبا وسويسرا واسبانيا وهونج كونج، وطلعوا وراحوا فرضين علينا حظر. الحظر مش حظر زجاجوي، الانتربول ضبط واحضار يعني. ضد احضار. فانا خفت اجيب فلوس منها اللي هي النشره الحمراء. اسمك يبقى مدرج. لا ما زال انا وولادي. انا وولادي ما زال في النشره الحمراء، بحيث انه اي دوله هنا يتم تسليمك على الفور. 190 دوله. 190 دوله. ايوه عشان كده انت لا تستطيع السفر. مش عايز. 190 دولة حاطين في مصر. عشان كده اتمسكنا هنا 6 شهور.
ده حاجة حاجة غريبة. انت واضح الست شهور سجن هنا مأثرين فيك يا أستاذ حسين. طبعا طبعا. ليه؟ عشان بشتغل وبقى جربت حد تعملوني في اخر السن في اواخر السن كده الحاجات دي. يا راجل يا راجل ألمك أكثر إنه يبقى معاك ابنك وبنتك في السجن؟ أه طبعا طبعا. دي بهدلة. ست شهور ده غير المتصدر لغاية النهاردة. لغاية النهاردة معلوماتي إنك لابد أن توقع عند الشرطة الأسبانية في 2011 لما الحكومة المصرية فرضت سلطة الحراسة. فأنا خفت أحول فلوس الكونج لمدريد. فجبت علي ده نعرفه عن طريق بعض الناس اصحاب الورشه. قلت له يعني تقدر تساعدنا؟ علي افسين. قلت له تقدر تساعدنا تاخد الفلوس بكونج جبالنا هنا؟ قال حاضر. لان حاولت نظام التحويل اي دولار او اي يورو اي يورو بيروح عن طريق البنك المركزي في فرانكفورت. واحنا كنا مجمدين في البنك المركزي الاوروبي. علي افسن اسمه ما كانش مجمد فحول لنا فلوس. الراجل عمل لنا خدمه دخلوه سجن. دخلوه السجن؟ ما هو مش خدمه ده تحايل يا ليه؟ اموال المفروض الحظر عليها. اول ابو الاخوان الاخوان. لا اموال الشعب المصري. لا ده اموال الاخوان. الاخوان كانوا عايزين ياخدوا كل حاجه والفطار اللي افطروه والكذب اللي كذبوه على الشعب المصري. هم الاخوان اللي ضحكوا على الشعب المصري وضحكوا عليكم. هم الاخوان ضحكوا على كل حد. يعني الاخوان كانوا عايزين ياخدوا قالوا لك هات فلوسك كلها؟ كانوا عايزين ياخدوا كل حاجه. الفلوس اللي حولها على نفسي حولها بطريقه قانونيه ودخلت الحساب وموجوده في البنوك. موجوده في البنوك؟ امال ايه؟ ودخلت عن طريق البنك المركزي الاسباني وحولناها للبنوك. البنوك ما خبرناش حاجه، ما تحايلناش زي ما بتقول، ما فيش تحايل. امال دخل السجن ليه؟ ما هو دخل السجن عشانك. عشان مصر. عشان مصر قالت انكم بتغسلوا الاموال. ما هو بتغسلوا الاموال؟ ليه بقى؟ الاموال الاموال بتاعت الغاز غير قانونيه، واي اموال عند حسين سالم من الغاز، واذا ذلك اي اموال هتحول غير قانونيه، زي ما غسيل. عشان صفقة بيع الغاز لإسرائيل اللي في الذهن كله إنه أموالك دي عمولات أنت خدتها. هو أنت بتبيع غاز من بيع الغاز لإسرائيل؟ دي فيها عمولات. ما أخدتش عمولات، بلاش تعبير ولا بغزة يعني. لا عمولات ده ما فيش عمولات. ده إحنا نشأنا خط تحت المية 90 كيلو. الشركة دي مكلفة مليار دولار. أنا عملت فيها 95 مليون دولار في رأس المال. 95 مليون دولار وهي مكلفه كام؟ مكلفه يجي مليار. هو دلوقتي سوى مليار. دلوقتي مكلفه 500 او 600. هي الشركه دي انشئت خصيصا لبيع الغاز المصري لاكثر من دوله منها اسرائيل. ايوه كان اساس الفكره ان ننشئ نطاع الخط من العريق الى جنوب تركيا جيهان ثم يعبر البحر الاسود ثم الى لا يعبر يعني قول يعبر البحر الاسود بالعرض البحر المتوسط من العريش للبحر المتوسط من العريش للبحر المتوسط في الشرق لغايه الهب بتاع جيهان. الهب يعني ملتقى من جيهان كنا هنطلع نكمل لغايه بلغاريا وبولندا ورومانيا ونكمل لغايه المانيا نستهلك الماء. وعملت عقد فعلا في ذلك الوقت موجود بس عقد مع مين؟ مع تركيا. تركيا؟ تذكرت التفاهم هنا بس عشان ما ادخلش الموضوعات في بعضها. كمان انت بتدخل قطر في العداء ليك والعداء لهذا المشروع وبتقول ده من الاسباب اللي بتدفعه. السبب الرئيسي ليه؟ قطر. لان قطر الحاجه الوحيده اللي اخذ القوه القطريه الاماكن الوحيده الوحيد هو الغاز.
مصدر دخلها الوحيد الغاز يعني. وزي ما شرحت لسيادتك في فرق بين الغاز السائل والغاز المغيض. قطر عشان تودي الغاز بتاعها الى البحر المتوسط وامريكا لازم تعدي المراكب في قناه السويس. فكانت عايزه قطر عشان تعدي مراكب الغاز السائل في قناه السويس. فطلبت قطر انه يعدي الغاز السائل بتاعها اللي محمل بالمراكب في قناه السويس ببلاش مجانا. قطر طلبت من مصر كده. ايوه واسال يعني احد اسباب عداء قطر مصالح لمشروع مصالح بيع الغاز المصري هو انه ده يتناقض مع مصالحها. ايوه ليه؟ ما انا عايز اوضح ده للناس تاني. حضرتك بتقول انها طلبت انه السفنه تعدي. كان الخطه مع الله يرحمه نطلع بالخط من العريش الى شيهان الى بولندا الى بلغاريا الى الى روانيا الى بولندا ثم الى المانيا. ده كان الخط. ده مع مين بتقول الله يرحمه؟ مين تقصد؟ مين؟ عمر بيه اللي هو عمر سليمان. ده كان التفكير يعني. فكنا هنعمل ومشينا ورحت تركيا ورحت البلاد دي كلها وعملت عقد اول سكرتير فهم مع تركيا للبرو. وده تحت اشراف المخابرات المصريه اكيد. وبعدين قطر خافت قالت مصر هتبقى تقف جنبنا في الغاز في السوق العالمي. لا لازم نكسر الجيل، لازم نكسر هذا المشروع. فقعدوا يشيعوا كسروا المشروع. وبعدين قالوا عايزين نعدي قناة السويس ببلاش. ده قطر للغاز السائل بتاعه. هم لحد دلوقتي اكبر منتج للغاز في المنطقه. غاز السائل كانوا عايزين يعدوه ببلاش قطر. كويس. لو عملت ستك قطر كانت بتبيع الغاز ب 50 سنت لشركه التصدير. ب 50 سنت؟ ايوه الام بي تي يو كانت بتبيعه ب 50 سنت الام بي تي يو لشركات التسجيل. فمصر رفضت قالوا رفضت ان المراكب تعدي قناة السويس ببلاش. وكان عندها اسباب كثير. قالوا احتسنا وولق في نفسك. هل بتقول قطر عشان انت عارف انه الراي العام المصري الان غاضب على قطر؟ لا ولا عارف انا بكلم مين. جدك. انا عارف انك هتدور على كل حاجه. يعني شايف انه يعني قطر بتشوه هذا المشروع وتحاول انها اكيد تقول انه اهو مصر كانت بتبيع الغاز لاسرائيل باسعار بخسه اضاعت على الدوله اموالا طائله وفلوس الشعب المصري ضاعت. تمام. لذلك بعتوا ورايا هنا بعض الناس من الجزيره يهاجموني في الشارع. لو هنا بتمشى في اسفل بتمشى في الشارع اللي ما رضيتش اتكلم فيها معاهم خالص. لقيت واحد يسالني انت خدت بتاع مصر الثروه المعدنيه بتاعت مصر نهبتها وانت ماشي في البيت قلت له امشي. قلت له امشي. قلت منين؟ قال لي من الجزيره. قلت له بقى امشي ولا جيب لك فلوس. Clayton Swisherman, Kanat Al Jazeera. How are you? Good. We'd like to ask you some questions. No. Did you steal the country's natural resources? No. No, we want to be respectful here. We want to do this in a serious way. No. We want to do this in a serious way. So. No. No. Please. Did you steal your country's natural resources? No. No. Why don't you go back to Egypt and face the justice system there? Let's be calm about this. Mr. Salim, did you steal your country's natural resources? No. Why don't you return to Egypt to face charges? I'm sent. Okay. Will you answer to the Egyptian people as they sit huddled around candles in the darkness? Do you feel bad that they don't have power, but you have power here in Spain? What's your message to the Egyptian people? Mr. Salim, Go away or call the police. When are you going to answer these questions? I will call the police. Will the police come? I'll call the police.
if you want the police. You want to call the police? Yes. I think actually the police are looking for you as well. I don't What's the status? I don't answer. What's the status of your negotiations with the Sisi government about returning to Egypt? I don't answer. Did you help fund the coup against Mohamed Morsi? No, I don't answer. Why don't you return to Egypt to answer these charges? I don't answer. Do you feel that you're above the law, that you don't owe the Egyptian people an explanation? I don't answer. Why don't you want to answer? I don't answer. You don't answer to journalists or you don't answer to the courts? I won't answer to you. You don't think that you have a moral obligation to speak to your people? Javier, por favor. Do the Egyptian people have a right to know what you did with the country's natural gas? You think that's funny? The Egyptian people are without power, Mr. Salim, and you live quite well here in Madrid. You don't feel that you owe an explanation to the Egyptian people about what happened? I will not answer you. What price did you sell Egypt's natural gas to Israel? I will not answer you. Will you answer to the judges? Yes, I will. When are you going to answer to the judges? When they call me. Have they been asking you to come back to Egypt to face trial? I am not a Spanish. If you're willing to give some of your wealth to Egypt, that's an admission of guilt. I don't answer. Why don't you give all of your wealth? I don't answer. Where are your assets currently? No answer. Police. We've broken no laws. You want to call the police on us, but you don't want to face the police yourself. Isn't that ironic? You want the police to come to us? To take care of you. This is invading my privacy. But you're on a public street. We haven't invaded your privacy. Okay. This is a public sidewalk. What do you have to say to your people? Do you feel ashamed that you've been convicted of stealing the country's natural resources? No answer. Are you guilty of those crimes? No answer. No, that's not a yes or a no. You're saying... No answer. You're not saying you're guilty or not guilty? No answer. We'd be happy to come in and have an interview if you'd invite us. Are we welcome? Any message to the Egyptian people? عايز اكمل الجزء. انت كمان انفعلت لما قلت الاخوان كانوا عايزين ياخدوا فلوسي ازاي؟ عايز اوضح ده. نرجع تاني القطر. ليه؟ كانوا عايزين يبيعوا الفول بتاعتي لقطر. الاخوان قالوا وصلوا لك كده؟ ايوه. وقطر تديهم الفلوس. وقطر تديهم الفلوس. يعني الفنادق بتاعت شرم الشيخ كله. يعني الاخوان بوضوح قالوا لك كده، عايز تنهي مشاكلك وتنهي قضاياك، مفيش حاجه اسمها نص الثروه. لا سيب الثروه، روح تقفل الاوراق وقاي. قفلت الاوراق وقمت. اه. ومين كان اللي بيتكلم معاك هنا؟ النيابه. اه بس ده هنا في 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 ما النيابه جت زياره. النيابه جت زياره هنا. جت زياره. تحت ساتر مقاومه الارهاب. ده في عهد الاخوان؟ لما كان المستشار طلعت عبد الله نائب عام ملاكي. اي تمام كده تمام. جم النيابه. رئيس النيابه كان مين متذكره؟ اظن اللي جه واحد اسمه حسيني. طلعت عبد الله. وقعدوا معاك؟ لا يعني طلعت عبد الله نفسه قعد معاك؟ لا مش هو. لا مش تاني. طيب. قعدوا معاك وقالوا لك كده؟ وفي شهود بيع لقطر. في شهود كان متوسط في العمليه دي واحد من اخوانيين اللي في التنظيم الدولي. مين؟ لا مش هقول. احد اعضاء الاخوان في التنظيم الدولي كان بيتوسط في الصفقه. مش مصر على كل حال. انك تبيع لقطر وهيتصرفوا هم. ودي انهاء قضية حسين سالم ويبقى خلاص. ما عندكش مشاكل. فما رضيتش. ما رضيتش لاسباب مادية ولا لاسباب انه حسيت انه الصفقة الناس هم اللي جاوا لنا النكسة. الاخوان. اتعامل معاهم ازاي؟ مش مادية. كان عايزين يزودوا لنا كل الفلوس اللي بره البيت 46 مليون. يعني قالوا لك هنسيب لك فلوسك اللي بره. وهياخدوا اللي جوه كله. يعني دلوقتي كان الفندق الضخم الشهير بتاع شرم الشيخ ده كان هيبقى ملكيه قطريه كل شرم الشيخ ومحطات التحليه كله ملكيه قطريه. ولا كنت عامل وزاره اقتصاديه ولا حاجه.
ده على اعتبار المؤتمر الاقتصادي اتعمل في الفندق بتاعك يعني. هو مش بتاعي دلوقتي، هو بتاع بس اللي انت انشاته يعني. كان دي تشير كل حاجه. ده اللي حصل يعني، مفاوضات النيابه معاك في زمن الاخوان في عهد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاخواني الملاكي او التفصيل حسب ما كنا نطلق عليه، انه عايز تنهي قضيه حسين سالم بيع لقطر وهو هياخد فلوس بيع بفتح. بتقول لميت ورقي ومشيت. مشيت قلت مش هحب على طول خالص يروح في 60 داهيه. طيب ما هو ده كان يقترب من التسويه اللي انت كنت هتاخد المليار اللي هي اللي في الخارج وتعيش بيها وخلاص، ويبقى حسين سالم انتهت كل قضايا. انا نفسي ما كنتش مطوعاني ان اتعاون مع الاخوان. وجهت إليه اتهامات عديدة، بدأت قديما بصفقات بيع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت حديثا بصفقات بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أضاعت على الدولة أموالا طائلة. وبينهما اتهامات من نوع أنه الغطاء الاقتصادي لعائلة الرئيس الأسبق مبارك، وأنه الصندوق الأسود لها. جئنا إلى هنا إلى الضاحية التي يقطن فيها رجل الأعمال حسين سالم، لامورا ديليخا هذا واسم هذه الضاحية. التسوية ببساطة شديدة أن يدفع نصف ثروته 4,600,000,000 جنيه مقابل إنهاء كل القضايا. السؤال، هل هذه التسوية في صالح الشعب المصري ولا بتهدر قيمة القانون وقيمة القضاء؟ هنحاول إن شاء الله، وهنتجه إلى منزل حسين سالم لنبدأ الحوار. إيه ده تليفون حضرتك شغال؟ بس ده أول تليفون يجي لك وإحنا قاعدين. وائل عمال يعذرنا أهو، عمال يعذر فيا. طب هنا البعض يقول لك ولماذا لا يتنازل حسين سالم عن كل ثروته؟ يعني اذا كانوا الاخوان عرضوا ذلك لماذا لا يتنازل؟ ما رضيتش. لا هنا بقى خلاص. الان نحن امام سلطه وطنيه. سلطه وطنيه اخذ حق. انا غلطت طبعا القانون. انا من ساعه ما قعدت معايا طلبت حاجه غير تطبيق القانون؟ طلبت منك غير تطبيق القانون؟ ارجوك قول لي. انا طلبت حاجه غير تطبيق القانون؟ طبق القانون. طيب هنا انت لا تتحمل فكره ان تعود الى مصر وتقول انا هامثل امام الجهات القضائيه؟ لا انا اعود الى مصر اذا طبقوا القانون. اذا طبقوا القانون احنا براء في هذه الحاله. اعود الى مصر فورا. خليني امزج شويه بين الحديث عن صداقتك الوطيدة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، هل هي تهمة هذه الصداقة؟ هل لو انت صديق لملك اسبانيا او للرئيس الجوبرنيك نيكاراغوا تبقى حرامي؟ هل من المعقول ان صديق اي صديق يبقى حرامي؟ اي رئيس جوبر صديق اي رئيس جوبر يبقى حرامي؟ انا متفاهم والله. أرتقبيلة توابدي بدون مين؟ لا أرتقبيلة توابدي مش فاهم. لا ما هو الصداقة تفهم دائما على إنها الصداقة مع رئيس دولة يعني استغلال نفوذ
يعني تسهيلات. عملنا كده في مصر بس. في مصر بس. العلاقة مع الرئيس كانت علاقة اجتماعية بحتة. لم يتخللها في وقت من الأوقات أي عمل أو أي منصب أو أي طاعة أو أي مصلحة. بالعكس. أنا فت مصر لقرب من الرئيس. غير إن هو حاول يستخدمني لإفادة مصر بس. يعني أنت بتقول إن دي علاقة الصداقة اللي أنتوا بتتعاملوا معاها لأنها تهمة. انه العكس هو اللي حصل، انه الرئيس هو الذي استخدمك لخدمة مصر. صح. مش انت اللي استخدمته للحصول على مكاسب خاصة. لا لا. حصلش. حصلش يا وائل بيه. حصلش. دي محطة انسانية معينة في العلاقة مع الرئيس السابق مبارك. مفيش غير يوم ما السفير المصري كلمني في واشنطن، كان اشرف غربان الله يرحمه، وقال لي ابن انور السادات الرئيس كلمني وابن انور السادات موجود في ميامي عايزين نجيب. تعرف موجود فين؟ في ميامي في امريكا. عايزين نوديه مصر، واحنا خايفين نجيبه مصر مش فاهمين. بعد العمر قلت له لا، خايفين نوديه مصر ليه؟ خايفين يركبوا الطيارة. عشان مش عارفين ابعاد العمر اللي كان عامل الاخوان المسلمين على انور السادات. ده بعد اغتيال السادات؟ يوم اغتياله. يوم اغتياله كلمني اشرف غربال اللي هو سفير مصر في واشنطن. الله يرحمه. وقال لي السادات، قلت له مين قال لك؟ اشمعنى؟ قال انت كويس واحنا بنثق فيك. ونفس الرئيس كلمني، كلم اشرف يعني، قال احنا عايزين نجيب ابن السادات لمصر. رئيس مبارك وقتها اللي بدا يتسلم مقاليد الحكم يعني. لا ده كان نائبا للرئيس. يوم مقتل السادات. يوم 6 كان جمال ابن الرئيس في امريكا. كان في ميامي. في ميامي في امريكا. وقالوا لك عايزين نجيبه مصر عشان يحضر الجنازه فاخدت الطريقه من بالتيمور لمصر، وهو كان معايا. خدت طيارة بلطور لمصر ومعانا انت محرص. نزلته في مطار القاهرة واستخبيت لحد ما الوفود مشيت ونزلت. رحت سلمت على قلت له سلم جانس مبروك. خد. لا نزلته واستخبيت ليه؟ ما بظهرش. هاخد بنط. هيتقال حسين سالم اللي جاب ابن. وليه؟ الحكايه دي مر عليها 33 سنه. شوف بقى من 6 اكتوبر سنه 81 لحد دلوقتي كام. لا نزلته ورحت للرئيس. ما نزلتوش، هو نزل. نزل. كانوا واقفين تحت ناس كتير مستنيه، وانا فضلت قاعد في الطياره مستخبي الى ان مشيوا خالص. رحت، وده كان اول معرفه جد يعني. اول معرفه بالرئيس السابق مبارك. رحت له. قلت له جمال السادات وصل بالسلام في الحته الفلانيه، والست مدام جمال موجوده عارفه الحكايه دي، اسالها ما انت بتضيف في البرنامج كمان طبعا سيده فاضله. اسالها اسالها. فهنا الرئيس السابق مبارك وجد انك نجحت بسرعه في مهمه. نجح بسرعه فضله على نجاحي في نقل الاسلحه لمده كم شهر، من 26% ل 29%. لا نقل الاسلحه. لا بس خليك معايا، انت بتبقى العلاقات ما مش مقسمه كده يا باشا. سيبنا ادوار دي عليه 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 تعمل علاقه طبعا. جت العلاقه وليت حاجه واحده. لا جت العلاقه وليت ان هو سمع ان في واحد بيش الاسلحه من بيشحن شحن فقط ب 6.5% بدل 29، واللي قال له كده كمال حسن على الله يرحمه. 6.5% بدل 26. ايوه، وانت لازم تحقق من هذه الارقام. ليه الامريكان كانوا عايزين ينقلوا لنا الاسلحه؟ 26.5% وانا لما عملوا المقصه كان ارخص سعر 6.5%. يعني الامريكان عايزين ينقلوا الاسلحه الامريكيه لمصر بياخدوا 26% من قيمه الاسلحه؟ من قيمه الاسلحه. شحن. فانت قلت لهم انا اعملها ب 6.5%. 6.5%. قلت الاول قلت تمام.
دخلنا مؤسسه كازرو قعدنا شويه وصلنا ل 6 ونص. فاعتبر ذلك انجازا يعني شكال. الرئيس السابق اعتبرك انجاز على بقيه الجماعات استادات على يبقى انجاز يبقى راجل منجز والدليفرر بالانجليزي يقولوا دليفرز هي دليفرز. طيب بس في موضوع السلاح ده لسه هتكلم فيه، بس في محطة إنسانية مع الرئيس السابق مبارك تحديدا بعد ما زادت العلاقات الوطيدة؟ لا ما فيش غير يوم وفاة ابنه حبيبه محمد الله يرحمه. كان يوم وحش قوي، كان يوم أسود، كان يوم وحش. إزاي؟ مات على إيدي. مات على قديه؟ قديه جدا ما تصدقش. يعني محمد ابن علاء مبارك مات على هو جاله نزيف دم في المخ. نزيف دم في المخ وهو قاعد مع جده. وهو قاعد مع جده؟ ايوه. قال لهم ادوني اسبرين. الولد طلق اسبرين على مجد الاسبرين كان الدم اللي زي مناخير. هات اسبرين على اعتبار انه عنده صداع يعني. عنده صداع طبعا. فوجد الدم نازل من مناخيره. من مناخيره. وهو على ايدين الرئيس السابق مبارك. ومات. ابي يشوف حفيده تعبان ليه وبتاع. ما يعرفش. فقال له ودوه باريس يمكن يردوه. وصل باريس ميت. الدكتور فرنساوي ساب المستشفى وجري. ليه؟ ميت. وهو كان ميت على ايد الرئيس السابق مبارك. ولكن باريس ميت. قال نبعته ربما. لا ما ربما ما عرفتش. مش خبير هو في الموز والحياه والحاجات دي. بعثوه الحقوه. هل اثرت هذه الحادثه على الرئيس السابق؟ هل كانت نقطه فاصله؟ هذه الحادثه زائد عمليه العمل 2004 كلها اثر عليه. العمليه اللي كانت في العمود الفقري. في العمود الفقري. كلها احداث اثرت عليه صحيا. كل حاجه الله يكون في عون. انت شايفه كان متعلقا باحفاده يعني لا لا راجل محمد محترم. تحديدا راجل محترم جدا. راجل اب وجد وكل حاجه يعني. لا لا راجل محترم جدا. وكل اللي بعيد عنه كل يعني يشوف حبيبه على ايه دي مش دي هي دي بس دي بس بسيطة انه يموت حفيده على دي خاصة دي انت بتقول انه كان بيحبه ما هو متعلق بافراد اسرته ومع حق تمام. يعني الحكايات اللي قالت انه مش يقول لك اعز الولد هو ده ولد انت كنت موجود وقتها؟ نعم. واضح انه طلب منك طلب يعني في يطلب ايه؟ استاذ حسين دايما في بعض الحاجات بتحب انك تعلم الكثير ولكن لا ما فيش حاجه ده موت. وانا بختم النقطه دي ليه كان دايما اول ما يجي الرئيس السابق مبارك شرم الشيخ يقول هاتوا لي حسين سالم؟ كان زهقان من القاهرة واللي فيها. وكان زهقان من القاهرة وما فيها. فكان عايز يقعد واحد ما يكلموش في السياسة. فكان تقدر تروح للجمهورية السابق أو الأسبق أو الحالي أو أي رئيس جمهورية بدون إذن رئيس الجمهورية. لا إزاي أنا هروح أخبط عليه مثلاً وأقول له رئيساً. فإذا نتفق إنه هو اللي كان بيننا. كان بيبعت لك يعني. فأروح أكلمه في الطريق. بتكلمش في السياسه، بتكلم في محمد علي وخالد اسماعيل واستاذ زغلول واعرابي والدنيا كلها بنتكلم. وكان في حاجات في الصخر، في حرب الاستنزاف بيننا وبينه. في ايه؟ في حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف. ايوه. فكنا بنتكلم. ما فيش سياسه خالص. ما فيش كلام تاني. كله زي كله كلام سياسي تاريخ. ما فيش سياسه خالص.
فكان بيريح مخه. بيريح مخه بحسين سالم يعني. السياسة. لا بيريح مخه. قاعد واحد بيتكلموش في 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 طارة او في حاجة او محتاجة. بس ده مش معناها انه ده استغلال نفوذ، لانه ال قاعدين في الجنينة. استغلال نفوذ منين؟ فين؟ ايه؟ ازاي؟ كان الحكاية دي تحترم وعادة الرئيس الكوباني. لما يجي الرئيس الكوباني يقول اعملوا الشيء الفلاني تلبي. بالعكس ما كانش في استغلال نفوس خالص، ما كانش. وهو لو بالضبط لو حس ان واحد بيستغل نفوسه معاه بينفر. أبا ليه؟ بيعفر على طول. انما هو يدي تعليمات بس، وائل يعمل كذا وحسين يعمل كذا، خلاص نعمل حاضر. لكن لما يلاقي حد بيقرب منه عشان مصالح ينفر منه. طيب استاذ حسين سالم هطلع فاصل ده هيحك شويه. انت واضح مستني الفاصل ده. انا متاسف على الكلام، يعني الكلام مفهوم كله ولا كلام مفهوم؟ انا بحاول افهمه. انا تاني بقول للمشاهدين، لانه الكلام بيطلع احيانا من الاستاذ حسين سالم منقوصا بسبب الحاله الصحيه، لكن الكلام مفهوم. وهنكمل بعد الفاصل. بعد الفاصل هنكمل فتح الملفات، محاوله فك كل الالغاز مع رجل يوصف بأنه حامل مفاتيح الألغاز والخفايا. وجهت إليه اتهامات عديدة، بدأت قديماً بصفقات بيع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت حديثاً بصفقات بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أضاعت على الدولة أموالاً طائلة. وبينهما اتهامات من نوع أنه الغطاء الاقتصادي لعائلة الرئيس الأسبق مبارك، وأنه الصندوق الأسود لها. جئنا إلى هنا إلى الضاحية التي يقطن فيها رجل الأعمال حسين سالم، لامورا ديليخا هذا واسم هذه الضاحية. تسوية ببساطة شديدة أن يدفع نصف ثروته 4,600,000,000 جنيه مقابل إنهاء كل القضايا. السؤال، هل هذه التسوية في صالح الشعب المصري ولا بتهدر قيمة القانون وقيمة القضاء؟ هنحاول إن شاء الله، وهنتجه إلى منزل حسين سالم لنبدأ الحوار. إيه ده تاني؟ تليفون حضرتك شغال، بس ده أول تليفون يجي لك وإحنا قاعدين. وائل عمال يعذرنا أهو، عمال يعذر فيا. مشاهدينا نحييكم من جديد، وما زلنا معكم من العاصمة الأسبانية مدريد مع رجل الأعمال الشهير الأستاذ حسين سالم. أستاذ حسين أهلا بك مجددا. أولا أنا بشكرك وبشكر أستاذ 70 على الكلام، وأرجو أنه ما كنتش حد يعني زي من كثر لا إن شاء الله. يعني حضرتك بتقول معلومات مهمة، حتى من يختلفون معك يهمهم الاستماع إلى هذه المعلومات وهذا الكلام. خلينا نبدأ. يعني هنا البعض على طول بيقول من صفقات بيع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية إلى صفقات بيع الغاز لإسرائيل، هذه قصة حسين سالم. هنتكلم عن بيع الغاز لإسرائيل بشكل تفصيلي في الجزء الأخير بعد شوية، ولكن بيع السلاح دايما يقال حسين سالم تاجر سلاح، وكان يتاجر في السلاح، وهناك قضية شهيرة
في الولايات المتحدة الأمريكية وتم التحقيق معك فيها وحكمت عليك المحكمة بغرامة مالية. هل حسين سالم يتاجر في السلاح وهل هذه القصة حقيقية؟ ما هي تفاصيلها؟ القصة غير حقيقية من أساسها، ولكل الهجوم اللي حصل من أمل وحافظ لغاية النهاردة هجوم هدفه هد الدولة الوطنية. احنا عملنا السلاح بطريقة وطنية، والأيام ما كنا بنشحن السلاح بس فلن نتاجر به، كنا بنشحن السلاح. يعني انت بس شحن سلاح فقط؟ بس فقط تغيير. والحال موضوع شحن السلاح لينا لجنة شكلها كمال بحث عنه أيام ما كان وزير الدفاع، مش حسني مبارك ولا حد. فالكلام وزير الدفاع السابق الأسبق والذي كلف برئاسة الحكومة أيضا بعد ذلك، والخارجية والحكومة والمخابرات والخارجية، كان راجل عظيم الله يرحمه. هو اللي كلفكم هو لا اللي كلفنا اللجنة اللي كان اللي عملها، وده موجود في الملف تقدر ترجع ده الكلام ده. كلفك بإيه؟ بيقول لي الأمريكان حرامي. قلت له ازاي؟ قال لي عايزين يشحنوا السلاح ب 29.5%. قلت له لا، ده لو اتحن ب 8.5% يبقى ابو زيد الهلال اللي هياخدها يبقى هيحابر ثروه العمر. قال لي طب خدها بس هتجيب لجنه وتقعد وتقول له بالله. جاب لجنه، جات للجنه مفاوضات شاقه وطويله وعسيره، وبعدين كسر شهر برضه لغايه 6.5%. قلت له حاضر، رحت كسر بس 6.5%. والامريكان عايزين 26%. طيب هنا يعني ده في النهايه بتقول انه وفر اموالا. طب ولعلمك شغلنا في 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 في, في شحن سلاح ما خدش عد شهور قليل، كل حصل لنا كلام فاضي. قالت المحكمه طب ترجع لي الفلوس. قلت لهم لا، ارجع لكم ارجعها. لا عايز افهم يعني ايه شغلكم في نقل السلاح كان لعده اشهر فقط ليه؟ ما لان تكأكأوا علينا الشركات المنافسه، الشركات الامريكيه المنافسه تكأكأوا علينا وطلعونا من السوق. تأمروا عليكم يعني؟ تأمروا علينا، طلعونا من السوق. قالوا الامريكان عشان خاطر تخرج تمشي ادفع لنا غرامه. قلت لهم ادفع لهم الحكومه، لا واحد للحكومه المصريه للحكومه. قالوا عشان تمشي ادفع غرامه. بس الغرامه كانت بحكم محكمه. لا مش بحكم محكمه، دي كانت عن طيب خاطر. ليه تدفع غرامه ليه؟ هم البروسيكيوتر حابب يبان انه نجح. لا انا عايز افهم هنا، الشركات الامريكيه هي تامرت عليك عشان تطلعك من السوق، هل عملوا لك قضيه؟ عملوا. يبقى القضيه بقت في المحكمه. بس المحكمه ما حكمتش بالغرام. يعني حضرتك بتقول انها قضيه في المحكمه، لانه دائما يتم الاستناد الى انه حسين سالم ادين بتهم تتعلق بتجاره السلاح في الولايات المتحده الامريكيه. خطا. هذه الحكايه في امريكا في حاجه اسمها ديل، اتفاق يعني ديل، اتفاق بين البروسيكيوتر بين وكيل النيابه وبين المتهم. فوكيل النيابه جه مصر ايوه، وقال لي هتعترف ولا لا؟ قلت له لا، ما ارتكبتش جريمه. قال لي طيب لازم ادفعك غرامه. قلت له زي بعض، حاضر ادفع غرامه. قال لي كسبت في لحد من ساعه ما بدات الشغل كام؟ قال لي احنا عارفين. قلت له كذا. قال لي مظبوط في البنك اهو، ما كنتش خدت فلوس خالص. دخلت خرجت من امريكا زي ما دخلتها بلبوص. يعني خدوا كل اللي انت كسبته؟ ما خرجناش بعجب. خد الوكيل النيابه قال ناخد كل الفلوس اللي في البنوك بتاعتك. قلت له اتفضل خدها. اللي في البنوك المتعلقه بشحن السلاح؟ خد كل حاجه، 2-3 مليون حاجه. قلت له انت ما تاخدهمش، دول ترجعهم لمصر. 3 مليون دولار؟ ايوه. وخدوهم؟ خدوهم ورجعوهم لمصر. بيرجعوهم لمصر ليه؟ لانه كان هم قالوا نتيجة انه شحن سلاح لمصر زيادة في السعر. زيادة في السعر. ومين اللي بيتحمل في النهاية شحن السلاح؟ مين؟ مصر. مصر. فا
رجعوها الأردن، رجعوها لمصر، يبقى خرجنا من أمريكا من غير ندخل. لكن كان الهدف هو إبعادك عن الشحن، لأنه الشركات الأمريكية تكسب من الشحن. ده كان هيدي الشركات الأمريكية درس إن إحنا إن جميع عقود التصليح اللي عاملين لها بقى 20% 20% 30% يعني درس قوي جدا. فقالوا لا، فعبد الدبي نطلع الراجل ده من السوق، نطلعه من السوق خالص. خرجنا من السوق، خرجنا من السوق قطع هدوم زي ما دخلنا امريكا زي ما خرجنا. مع انه يعني انا عندي هنا الصحفي الامريكي الشهير جوزيف ترينتو في كتابه مقدمه للارهاب قال انه لا، ده حسين سالم اشتغل في نقل الاسلحه الامريكيه للمجاهدين الافغان لما مصر نقلت اسلحتها السوفيتيه القديمه، لما كان الرئيس السادات متحمسا لمساعده الافغان، وكان ده بترتيبات مع كمال ادهم رئيس المخابرات السعوديه. كذب، كلام ده كذب مش صحيح. يعني انت ما نقلتش اي اسلحه الا لمصر. الشركه ابتدت وانتهت بتاعه امريكا دي ابتدت وانتهت سنه 83، والحرب مع الافغان ابتدت امتى؟ انا ما اعرفش، انا ما نقلتش حاجه لافغان ولا الافغان ولا فلسطين ولا حاجه، ما نقلتش. كذب، هو كل واحد يطلع يكذب يتحملها لمصيره. يعني انت شحنت اسلحه فقط لمصر بكميه تافهه جدا من المعونه. والله دايما يقال انه دي القضيه اللي كان فيها المشير محمد عبد الحليم ابو غزاله، اسم لامع لازم يحطوه، كمال ادهم وحسين سالم، اسم لامع، اسماء كلها كبيره لازم يحطوها يزوقوا بها الاستجواب. وايضا دخل فيها اسم الاستاذ منير ثابت شقيق السيده سوزان مبارك زوجة الرئيس، بيزوقوا الاستجواب يا سيدي، بيحطوا اسماء كبيره وخلاص. مفيش يعني مفيش لا لا لا، واللي عنده واللي لاقي شركه يجيبها وعلينا في عليه القضيه هنتحاسب، يبلغك وبلغ او يبلغنا او يروح على القضيه ويرفع مستعدين. صفقات السلاح للولايات المتحده الامريكيه، حضرتك بتقول انه شحنت فقط سلاح لمده بسيطه جدا، لمده بسيطه وبعد كده جيت طلعوك من السوق، والغرامه الماليه اللي دفعتها رجعت لمصر، رجعت للحكومه المصريه. دي القصه بتفاصيلها، دي قصه بحذافيرها وتفاصيلها بكل حاجه. لكن في نفس السياق وانا قلت انه دخل فيها اسم منير ثابت، ايضا اشتهرت بعلاقه وطيده مع السيد منير ثابت شقيق زوجة الرئيس السابق. منير ثابت كان معانا في مدرسة مصر الجديدة الثانوية. معاك فين؟ في مدرسة مصر الجديدة الثانوية اللي هي حلها اتعملت مدرسة في شارع عروبة، وكانت ابتدائي وثانوي وقتها، اتعملت حاليا المدرسة الفنية العسكرية. فمعرفة جت كده بس. كان معاك؟ كان تلميذ وانا كنت تلميذ بس. لكن الصداقة استمرت يعني. معرفة. معرفة. قبل ما ادخل في بيع الغاز، هبقى على طول هبدأها بالعلاقة مع الإسرائيليين. لماذا حسين سالم هو مهندس العلاقات مع إسرائيل؟ يعني أحد مهندسي العلاقات مع إسرائيل. لا لا لا. يذكر دائما اسم حسين سالم. غير صحيح. غير صحيح. أنا اشتركت في هندسة علاقات تجارية الصناعية فقط لمصر لكي تستفاد مصر من القوة الإسرائيلية في سوق المال العالمي. علاقات تجارية واقتصادية. علاقات اقتصادية، ما فيش تجارية. علاقات صناعية. لتستفيد مصر بعمل مشروعات صناعية بس. من القوة المالية لليهود في الأسواق المالية العالمية. هل التكليف ده يعني اشتغلت فيه من نفسك ولا بتكليف من بتكليف من مخابرات؟
يعني جهاز المخابرات كلفك بهذه المهمة؟ ايه اللي كلفني بيه؟ طبعا لاني ما اقول لك ايه، بس لما جه رابين بعت لنا صديقه اسمه يوسي مامن، ده كان شريكي، يوسي مامن ده رجل الاعمال، يوسي مامن راجل الاعمال اللي دايما تتهم بالعلاقه به. ايوه رجل كويس، رجل كويس. فيوسي مامن جه مصر، قال مصر قالت لي تعليمات، قالت لي ايه اعمل حاجه مع اليهود عشان دبيت السلام والبتاع ومش عارف ايه. انا قلت اعمل حاجه كويسه لمصر، مستفيد. اعمل حاجه عشان اتفاقيه السلام. انا قلت لازم اعمل حاجه كويسه، لازم مصر تستفيد. ورحت عامل رفض، لقيت مصر معلش بصرف بترول بقى لها 50 او 60 سنه. رحت عامل مصفاه، المصفاه دي حاجه معقده جدا، مصفات البترول اللي هي ميدور، اللي هي موجوده لحد دلوقتي، اللي تساوي النهارده 8 مليار دولار. فرحت عامل الميدور، ما دفعتش فيه الحكومه المصريه مليم واحد. جبنا التمويل كله من الخارج. وميدور بدات بشراكه مصريه اسرائيليه. البدايه كده، وبعدين خرج كل وبقت هذا البترول. يعني اصبحت مصريه خالصه. خالصه. انت بعت والجانب الاسرائيلي باع. باع وكله باع. ايه الهدف؟ ليه ادخل شريك اسرائيلي معايا؟ بقولت لك، قلت لسيادتك عشان خاطر نستفيد من قوته الماليه في الاسواق الماليه العالميه، عشان نجيب له وقت تمويل. تمويل؟ اه. على اعتبار انه هنا بتقول انه البنك جبنا تمويل فعلا، البنك الاستثمار الاوروبي مول تمويل كامل. فلما يلاقي شريك اسرائيلي يعني يقول عشان عمليه السلام، هم متصلين بيهم، هم متصلين بيهم عشان عمليه السلام. ايوه. طيب بس في كل ده انت بتكسب يا استاذ حسين. ومال؟ بتكسب كتير كمان. وايه البدار؟ تاخد شويه. انتوا عايزين نتولس يعني؟ لا يعني مش مهمه يعني حضرتك يعني مش مهمه وطنيه فقط، لا كمان انت بتحقق مكاسب. لا بس ما كانتش الهدف المكاسب، وانا ما كنتش اقعد مع حضرتك هنا، ما كانش الهدف، كان الهدف مصلحه مصر، المكاسب كانت فرعيه، كانت بتيجي على جنب. لا بس حكايتها والا ما كنتش اقعد معاك هنا، يعني الناس مش مصدقه التصريح اللي انت قلته، انا مش لاقي اكل. ان شاء الله بيوافقوا. لا يعني ايه مش لاقي تاكل؟ هم حرين. هم حرين. وممكن تكون الشقه انت مش قاعد في فيلا او في قصر، ده عشان كاموفلاج لسيادتك. صدق عشان الناس تقول ده غلبان فعلا وبتاع. شكرا. لا انا بنوجع عن المشاهد، يعني في بعض المشاهدين ممكن يسالوا الاسئله دي، اسئله بايخه مش حقيقيه. هو ما يسالهاش غير الاخوان المسلمين، لان الاخوان المسلمين كان عندهم مليارات، هم مبدعين المليارات في مصر. لما نزلوا ميدان التحرير وقالوا حسني مبارك عنده 70 مليار دولار، كان عنده 70 مليار دولار. 70 مليار دولار، 70 مليار دولار، يعني 500 مليار جنيه مصر. هل عنده كده؟ وقال حسين سالم عنده 54 مليار، وهو بيقول لحد دلوقتي في 40. هو نعمل لهم ايه؟ البورصه نزل شويه. ما انت بتكسب يعني هنا، فانت يعني وبتكسب كتير، فالبعض ممكن يقول طب اشمعنى حسين سالم؟ لانه محل ثقة وبنكس ومش طباع. محل ثقة وبنكس ومش طباع. منجز ومش طباع. ومش طماع. ما ينفعش تشتغل مع الاسرائيليين بدون علم او تكليف من المخابرات؟ لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن. قول لواحد. يعني في الملف ده تحديدا ما ينفعش تشتغل من نفسك. يا راجل ده لما كان يجي حد يزورني
كنت ببلغ، وساعة ما يمشي أبلغ أهلي وقلت له واكتب تقرير من أرفع من الإسرائيليين. أيوة كنت برفع لمصر أكتب التقرير، يعني بفرض على إسرائيل على كده أخذ إذن قبل ما يجي فلان جاي لي قبله ولا ما قبلوش؟ قبله حاضر. تاخد إذن من المخابرات العامة. أيوة. فلان ماشي قال لي بالتليفون وقلت له وروح كتب تقرير. تكتب تقرير نتيجة الزيارة ايه؟ للمخابرات العامة. اه طبعا. يعني ده قضية مفيش فيها هزار. لا 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 لا. وايه اهم الشخصيات الاسرائيلية اللي قابلتها يا استاذ حسين؟ اسحاق الرابين. رابين. رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي قتل. بس. ما عرفتش حد تاني. وهو اللي عرفك على يوسي ميمن. هو عرف مصر. عرف مصر. لانك هو اللي رشح لنا يوسي ميمن. لانك دايما تتهم بيوسي ميمن ايضا انه مهندسة العلاقات المصرية الاسرائيلية التجارية والاقتصادية والمالية، يعني حسين سالم ويوسي ميمن. العمل مع المخابرات المصرية، هل العمل هنا منذ وقت طويل؟ يعني امتى، متى بدأ؟ سنة 67 سبتمبر 67 وانت ماشي. سبتمبر 67؟ اه امال ايه؟ انت بدأت مبكرا وبعد وسبتمبر ده لما انا حضرت عرب الاستنزاف بالكامل، وكنت عندي علاقة مع الرؤساء المخابرات من ايام، واشتغلت مع حافظ اسماعيل واحمد كامل واحمد اسماعيل، كل دول العمالقه دول اشتغلت معاهم. وبعد سافرت اسست علاقه مع امين دمر اما كان رئيس مخابرات، ومع كمال البيه الله يرحمه اسست علاقه مع كمال حسن عالف كان رئيس مخابرات، كمال البيه بعديه جميل ما اعرف مش فاكر مين اللي قال لي يعني. الى اللواء عمر سليمان. اللواء عمر سليمان طبعا ده كان راجل عظيم جدا الله يرحمه. ليه بتتوقف عند اللواء عمر سليمان تحديدا؟ شايفه لا انا كنت عاطفي معاه، راجل محترم، راجل محترم قوي 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 قوي، وكان دماغه تمر الاوضه دي دماغه. اه كان فز بقولك نتغلى مع خمس مخابرات وده السادس. أزنت لوفاة عمر سليمان؟ جدا 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 لبقتل. انت شايف عندك احساس انه عندي شك انه قتل؟ عندي شك انه ما ماتش موتة طبيعية يعني. قطعا مات قهرا، قطعا قهرا قطعا قطعا. واحد من رئيس مخابرات ينزل للشارع ولا بقى يتلطم ما بين عمر السعودية، وش كانت الدنيا بتقلب العمر بيضا يروح السعودية، وبعدين راح يمرح وبعدين مش عارف ايه تلطخم بعزاء بهواء. بالاضافة ان عندك شكوك في انه قتل وتوجه هنا شو اصابع الاتهام لمين؟ اخوان كل حاجة بسيطة، كل المصايب من الاخوان. الاخوان اه يعني يصل بينا ان الاخوان يمكن ان يفعلوا ذلك؟ ما قتلوا السادات وهو الرئيس أول. ده على اعتبار انه انت شايف انه السيد عمر سليمان لو كان خاض الانتخابات وقتها كان سيكتسح؟ مفيش كلام، بس هو ما كانش عارف. اتكلمت معاه قبل ما يموت يا استاذ حسين؟ مره واحده قلت له انا في السجن في اسبانيا. في الستينيات لما بدأت الشغل أستاذ حسين هنا برضو كان كيف بدأ العمل مع جهاز المخابرات؟
يعني هنا كان الجهاز فيه نقلة شوية، كان في قضية شهيرة التاريخ اللي انت هناك بتتكلم عنه هي قضية انحراف المخابرات. أنا لحقت فيها وخدت الملفات بتاعت الضباط ورحت لحسين شفع الله يرحمه حسين ليه، وكان رئيس المحكمة. خدت ملفات ضباط المخابرات؟ أنا ملفات حصرية. قلت له أنتم متهمين الناس دي باطل، هتعد سيادتك حدد ولا لا؟ متهمين الضباط اتهامات باطلة. قلت له أنا مانيش بيطلعوا حاجة، الناس دي ما عملوش حاجة، خدموا البلد أحسن منه خد العبد السي، وبعدين أحلوا عليهم أعمال مش هتحصلوا. يعني اتهموا في وقت صلاح ناصر باستخدام النساء وبعمل علاقات نسائية. لا لا اتهموا بالضباط ده كله وبالفساد المالي. الفساد المالي. تدي الشركة لضابط ما يعرف مخابرات ما يعرفش ازاي ايه يعني شركة مسؤولية شركة نقل ما جيش وبعدين تحاكموا انهم تولوا شركات نقل وشركات اقتصادية وتجارية وبعدين تحاكموا وهم ما عندهمش الخبر عندهم ما سرقوش لا ورجعوا وخدوا وراء ورجعوا شغلهم. يعني انت اللي حققت في هذه القضية؟ ايوه وخدوا وراء ورجعوا شغلهم. بتكليف من مين اتحققت؟ الجهاز من عبد الناصر وقتها شخصية. كان من عبد الناصر شخصيا من الجهاز. يعني توليت التحقيق في قضية انحراف المخابرات. ايوه. وخدت الملفات لحسين الشافعي، السيد حسين الشافعي عضو مجلس قادة الثورة و ورئيس المحكمة ورئيس المحكمة الثورة. وخد بكلامك ولا أداه خد بكلامك؟ بقول لك كلهم دول برا. ودي كان فيها السيد صفوة الشريف أيضا في ال لا ما كانوا أربعة ضباط، واحد اسمه عادل كبير الله يرحمه، ومحمد عبد الله كان مدير مكتب الاتصالات، وأحمد عبد السميع، أربعة. ودول انت سوف كان في موضوع التصوير وبتاع عملية شعبية في قضية الانحراف الثانية. طيب هنا يبقى حسين سالم يعمل مع جهاز المخابرات. والله انت اللي بتقول. وكنت اروح اساله. يبقى هنا البعض يعني معظم ما تقوم به تعلم به المخابرات العامة. وهي بتعلم الدب لما الدب بتعرفها المخابرات. هو عارفين كل حاجة في البلد. دبة النملة. معنى كده انه كان في بعض العمليات التي تقوم بها هي بتكليف من المخابرات العامة. نعم. واحيانا لا تستطيع الدفاع عن نفسك في بعض هذه القضايا حتى لا تكشف تفاصيل. يعني شوف شغل الحته دي دايما له سريه، له قصيد السريه، واحده من الصح بالنظره انه رؤساء دول والمسؤولين في الدول كلهم اذا زارت المخابرات غلط فيقول لك انا ما اعرفوش وانت كان بيتقال لك كده اذا غلطت فاحنا ما نعرفش. لا انا ما غلطتش. لا انا ما غلطتش. معقول ما غلطتش خالص؟ لا الحمد لله. في يقينك شايف انك اخطأت؟ ولا كنت ما بقيت زي ما انا. ما غلطتش. اتخذت معلومه جديده النهارده يا وائل. احنا بحاول اغوص لسه. بتعصر. بنحاول نعصر الى حد ما. في مش كده وزارة المخابرات لو غلط مش بقول ما نعرفوش. ايه ده انت تليفون حضرتك شغال بس ده اول تليفون يجي لك واحنا قاعدين. الو اخال ازيك حبيبي؟ لا معلش انا وائل بيه هكلمه بعد شوي. لا انا مع وائل بيه بياخد هذه التلفزيون هكلمك بعد شوي. ايه جديد ولا حاجه؟ اوكي عندك جديد ولا حاجة؟ هو وائل عمال يعصرنا اهو. عمال يعصر فيا. ده خالد ابن حضرتك؟ خالد Resources? No. No?
Why don't you go back to Egypt and face the justice system there? Let's be calm about this. Mr. Salim, did you steal your country's natural resources? No, no, no. Why don't you return to Egypt to face charges? I'm trans. Okay. Will you answer to the Egyptian people as they sit huddled around candles in the darkness? No. Do you feel bad that they don't have power, but you have power here in Spain? What's your message to the Egyptian people? Mr. Salim, when... Go away or call the police. When are you going to answer these questions? I will call the police. Will the police come? I'll call the police. If you want, you want to call the police? Yes. I think actually the police are looking for you as well. وجهت إليه اتهامات عديدة بدأت قديما بصفقات بيع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت حديثا بصفقات بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أضاعت على الدولة أموالا طائلة وبينهما اتهامات من نوع أنه الغطاء الاقتصادي لعائلة الرئيس الأسبق مبارك وأنه الصندوق الأسود لها. جئنا إلى هنا إلى الضاحية التي يقطن فيها رجل الأعمال حسين سالم لامورا ديليخا، هذا واسم هذه الضاحية. تسوية ببساطة شديدة أن يدفع نصف ثروته 4,600,000,000 جنيه مقابل إنهاء كل القضايا. السؤال، هل هذه التسوية في صالح الشعب المصري ولا بتهدر قيمة القانون وقيمة القضاء؟ هنحاول إن شاء الله وهنتجه إلى منزل حسين سالم لنبدأ الحوار. ايه ده تاني؟ تليفون حضرتك شغال بس ده أول تليفون يجي لك وإحنا قاعدين. هو وائل عمال يعذرنا أهو. عمال يعذر فيا. خلينا ناخد في الجزء الاخير اللي هو متعلق ببيع الغاز لاسرائيل. تدافع عن نفسك كثيرا. ادافع ليه؟ ما المحكمه حكمت. وعمل الحقيقه حكم المحكمه عمل الحقيقه. عندي دفاع. النيابه لما قالت ان هذا التعاقد الحق خسائر بالمال العام بلغت 714 مليون دولار. لا بيتني من الارب دول. 714 مليون دولار وبدنا مليار كمان وفي 2 مليار. طيب وقالوا كمان انه فضلا عن انه لما كنت بتسمع كلام النيابه فضلا عن ان المتهم لم يكن اللي هو حسين سالم لم يكن طاهر اليد حيث تحيط به الـ 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 الشبهات وانه حسين سالم ده وفقا لكلام النيابه رجل متعدد الجنسيات لا انتماء له الا المال. بقول برضو عنوان الحكم، الحكم هو عنوان الحقيقة بس. الحكم عنوان الحقيقة والقاضي حكم. لا في الغاز وفي القمر. لما بتسمع شهادات الشهود كلها بتتحدث عن انه ازاي بيعت اموال بيع الغاز لاسرائيل بتمن لا يتناسب مع الأسعار الموجودة في السوق وبيجيبوا الغاز الروسي مثلا وتشوف الفارق فتلاقيه كبير جدا. الغاز الروسي مغيث أول ماله؟ مغيث مش مغير مش سائل مش سائل والأبوب الروسي جاي من روسيا لألمانيا 5000 كيلو. أبوب بتاعنا 90 كيلو 90 فقط مش 900 90 90 الله انه بيمر مروع 5 سول بياخدوا لسوق عبور بالاضافه للفقد. انت تجيب خط طوله 5000 كيلو جاب خط طوله 90 كيلو لا احنا التكلفه اقل يعني 90 كيلو انما الغاز الروسي بيعدي 5000 كيلو 5000 كيلو امال ايه؟ شوف التكلفه الاستثماريه في الخط الالافيب لغايه ده منها بكام؟ ومصر بكام؟
والفقد الروسي كام وحطت التقوية كام ومصر كام. احنا عندنا خط واحد بس بيمر تحت المية من العريش لي بلد مش عارف اسمها. طيب انت شايف هنا طب ليه الكلام على انه وده اللي استندت اليه حتى النيابة؟ الدراسات العلمية كانت بتتكلم عن محدودية الكميات المستخدمة الموجودة في بلادنا ولا يتجاوز 40 تريليون قدم مكعب وارتفاع الأسعار العالمية، لكنه للأسف الشديد تم بيعه بدولار واحد للمتر الغاز بتاعنا. صحيح بعد كده السعر تم تعديله وقالوا انه سعر الغاز الروسي وقتها كان 9 دولار. كم؟ 9 9 مظبوط. يبقى هنا كلام غير صحيح. حكمة المحكمة بين الكلام ده غير صحيح. دفاع الوزير سامح فهمي معاك كان قال انه لا يعلم انه تم بيع الغاز لشركة حسين سالم الا بعد ان ارسل رئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان بخطاب صادر من مكتبي طلب فيه اصدار خطاب تفويض بعمل العقد مع شركة البحر المتوسط اللي بيمتلكها حسين سالم بناء على تعليمات صادرة من الرئيس الاسبق مبارك. يعني هنا المخابرات العامة هي اللي بتقول انه ده تم بتعليمات من الرئيس الاسبق مبارك. بتقول هو يبقى الشركة الكمين. طب انت خلي استغرب انك ملك مين؟ الشركة ملكك. لا ملك المخابرات. يعني انشئت بتكليف من المخابرات. لا هل بتكليف المخابرات تعني ان احنا كنا بندورها؟ انت عايز تقول يعني انك مالك سوري؟ عايز اقول حاجة. انك مالك سوري؟ عايز اقول حاجة. عايز اقول في حكم محكمة هو سيد الجميع. شايف انه بعد حكم المحكمة مفيش حد يناقش؟ لا يجوز تعقيب على حكم المحكمة. الحكم هو عيوان الحقيقة. بتشعر بمعاناة بالابتعاد عن مصر؟ مفيش كلام مفيش كلام. كيف حصلت على الجنسية الاسبانية؟ انا حصلت على الجنسية الاسبانية الا بالقانون، لان احنا بنقيم هنا من سنة 83 فوق 32 سنة. 32 سنة؟ ايوه. وعندنا الولاد عندهم بيوت هنا وكل حاجة. الأستاذ خالد والسيدة مجد. وأسبانيا تحديدا هل كان لها لأنه لك نشاط؟ ما انتوا لو رحنا أي حتة مش هتجيبوا هتعد. هو ليه أسبانيا؟ طب ليه إيطاليا؟ لا طب ليه مش عارف ايه؟ ليه؟ بعدين رحنا بلد بحدة بعيدة أهو. ما كناش حاسبين بحسابنا الكلام ده، يعني أجينا قمنا لأن لقيناها بلد حلوة ويتغدوا عاشوا فيها يتغدوا فيها متأخرين زي ما عندنا ويصرفوا اللي زي عندنا ولذيذ قوي وأسعار. ده مدريد يعني أنت بتحبها؟ لا سيبي لي أحسن. سيبيا كمان ال 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 الأصل العربي هناك أقوى. وأنت عشت فيها شوية زرتها طبعا. إنما ما عايشة في مدريد. إحنا عايشين في مدريد بقى 30 سنة. وعلى رأي مستر فرنانديز احنا كنا نقدر نشتري روكندا من زمان احلى روكندا، ولكن انا فضلنا الاستثمار في شرم الشيخ. يعني انت كان ممكن تشتري فندق ضخم هنا. ونقعد جنبه خلاص. رايت؟ يور سبوت تو باي جن اوف ذات. فندق ضخم. فندق ضخم. كان معروض علينا من كنا هنشتري من 30 سنة. 30 سنة بس انت فضلت شرم الشيخ. 25 سنة فضلنا شرم الشيخ. هل من 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 سفرك يوم 29 حصل اي اتصال مع الرئيس الاسبق مبارك؟ لا ما حصلش. لم يحدث ولا حتى قبل تنحيه انا كنت في مصر في الطبيعة اتصلت بيه. اتصلت بيوم ايه؟ مش فاكر والله. اول ما قامت الثوره يعني يمكن اضوان عليه طمنت عليه.
وسافرت. هل كان قلقا من الاوضاع من الثورة؟ ابدا كان عادي جدا وما تخافوش وروحوا ديك بالسلام وكلام كويس. تقييمك بعد كده، انت بتقول انه شميت ان الاخوان بيسرقوا الاحداث وحسيت بكده. لا مش حكايه شميت بس، عملوا كده لانه وضعنا تحت الحراسه في 2011 والتلفيق القضايا لينا كله جاب الاخوان والفوز الكبير لقطر في موضوع الغاز. كلفت ايضا من الرئيس السابق مبارك بمهمه مع الشيخ زايد بن سلطان. اول الشيخ زايد رحمه الله بجاب التوس مع النعم احسن زعيم في الامه العربيه، راجل عظيم جدا 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 رحمه الله. وانا رحت له في ابو ظبي وكان قاعد في، هو راجل بسيط كان الله يرحمه، في قرية اسمها الخزن. خدني طبعا واحد رئيس الديوان بتاعه ودخلني عليه، سلمت عليه حالك وبتاع، قلت له بيسلم عليك فلان اللي هو رئيس السابق مبارك. قلت له اما هتقول لي تقول لي بيسلم عليك واحد عادي؟ لا تقول لي ايه؟ لازم يكون لبق الى مقص يعني. عادي يكون لبق. فبيقول لك بس احنا عندنا ازمه ماليه شويه واللي عندك فلوس كذا 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 بتاعت كذا. فلوس كانت بتاعت ايه؟ مش فاكر والله. قال لي ابشر. فقلت ابشر يعني الراجل بيهزر. قبل ما اوصل مصر بعد ما اوصل بربع خمس سنين لقيت رئيس الديوان جاي وجاي مع الشيك. شيك؟ بالفلوس. قال لي عايزين اودي الشيك للرئيس مبارك. وخدته ورحنا. فاكروا حجم الاموال كام؟ اظن 90 مليون دولار. 90 مليون دولار. ودينا الشيك للرئيس مبارك. قال لي امشي حطوه في البنك المركزي. البنك المركزي. الراجل اللي جاي ده على العشاء ولا لوكاندا ولا بتاع. قال لا هو مش محتاجين. قال ايه؟ مش محتاجين. ودي الفلوس البنك المركزي. مسكر لي يا فلان. وديناها البنك المركزي. دي في ال هنا في الثمانينات. في الثمانينات. الثمانينات. لما بتعمل عمليه تقييم يا استاذ حسين يهمني من خلال عملك، يعني انت عملت مع في 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 وقت ال جمال عبد الناصر، انور السادات، حسني مبارك، عبد السلام عارف، احمد عبود، عبد السلام عارف بتاع العراق، احمد الحسن الثاني الله يرحمه، الملك الحسن الثاني في المغرب. كلفت بمهام معهم؟ كنت عايش هناك، وكنت عايش هناك في المغرب، وكنت عايش في بغداد خمس سنين، وكنت عايش ورحت زرت الجزائر والمغرب والسودان، قصدي المغرب، المغرب كنت عايش فيها، زرت الجزائر والسودان واليمن. كل ده بتكليف من المخابرات العامة. وتقدر تروح بلاد ازاي بدون تكليف؟ يعني هي دي فسحة. اديت مهام، هي دي فسحة. يعني عشت خمس سنين في المغرب تؤدي مهاما للمخابرات سنة العامة. سنة واحدة. وفي اليمن في العراق خمس سنوات. خمس سنين. بتشتغل هنا تؤدي مهاما للمخابرات لكن تحت اسم مستتر. كنت مدير المركز التجاري لجمهورية مصر العربية. المركز التجاري. لكن ده غطاء لمهام مخابراتيه يعني. من دلوقتي تم القبض كويس يعني. اشمعنى يعني؟ نزل إيه؟ عليك الوحي ولا ايه؟ فرونت، انت بتتكلم عن الفرونتس يعني مش كده؟ غطاء لمهام مخابراتيه. فرونت. ده لا ما فيش غطاء ولا حاجه. خلاص بقى انت مش هتكلم عن كده كفايه. انت شويه عشان المهام المخابراتيه شويه مقيد فيها بالمعلومات يعني ما ينفعش تقول. لا بقى النار. حاولت الاتصال بالرئيس السابق مبارك بما لك من علاقة إنسانية معه؟ لا ما اتصلتش بيه خالص.
ليه شايف انه هذا الاتصال كفايه ان هيؤذيه؟ كفايه ان اللي انا فيه مستني منه كمان وعندي اولاد واحفاد وكل حاجه وراي كفايه. لكن ايه علاقه ان تحب شخصا فتتصل به؟ شايف ان ده ممكن يعمل هو ده وقت حب اللي احنا فيه ده ده وقت يا يوم نعيش يبقى الحمد لله رب العالمين. طيب حفظ الله صحتنا ونعمل بتاع. لكن انت شايف انه لو قيمت الرئيس السابق مبارك شايف راجل جد جدا وطني جدا وزوط غير جدا راجل عظيم راجل جد محترم جدا. لكن في النهايه قامت ثوره باسقاطه ما يقوموا اخوان المسلمين. طب ما يضحكوا على 90 مليون وجابوا مرسي الكوبري. وجابوا ايه؟ مرسي الرئيس الكوبري. مش كده مش ده اللي حصل؟ مش ضحكوا عليكم وجابوا لكم مرسي الكوبري؟ ما ضحكوش على البلد ولا ايه؟ الاخوان. انت مكتشفهم من زمان يا استاذ حسين؟ ليه؟ من ايام عبد الناصر. من ايام عبد الناصر؟ من ايام حاولوا يقتلوه في المنسيه. من الان صدق قطبه. بس ما اشتغلتش في الملف ده في المخابرات. لا. فانت شايف هنا انت مكتشف الاخوان مبكرا من زمان قوي يعني. قوي قوي قوي. ده لا امانه ولا خلاق الله. ولحد دلوقتي بدوش الرئيس السيسي. لازم عنده بتلم الذهب وبان كفى. لا مش هنترك حل. خلص البلد من براسن مجموعه شريره. وعمل ثورة شعبية تؤيده. يعني ثورة 30/6 ثورة شعبية. و3/7 ثورة شعبية. و26/7 ثورة شعبية. فربنا يخليه ويعمل بيته الرئيس السيسي. مش لانه رئيس الجمهورية. انما خلطت صحيح من الجماعة الاخوانية دي. واعاد للبلد هويتها السليمة. الناس خرجت حافل ملايين خرجوا في الشوارع عشان ينتخبوا السيسي. ملايين خرجوا في الشوارع عشان خاطر الانتخابات الرئاسية. ملايين. هل تعتقد انه في تآمر من بعض الدول على مصر؟ اكيد في كور اكيد. تركيا عاوزة تعيد الدولة العثمانية الى الحقيقة. وده مش ممكن. تاريخ بيتش. وقطر لا ذكر لها بلد صغيره لا ذكر لها عايز تعمل دور بالعافيه. ففي كره وفي حقد. انت ما تعاونتش مع قطر خالص؟ ما عملتش اي استثمار معاه؟ لا لا لا. طب ليه حتى كانوا يكرهون الرئيس السابق مبارك؟ لا اتفق لانه كان واقف ضدهم. كان واقف ضدهم في خلال السويس. مش هيعدوا يعني. فعلا قطر كانت عايزه سفنها تمشي في قناه السويس مجانا. انا بقول لسيادتك قدموا طلب فعلا. خلينا نختم تاني بالتسويه التي بدات بيها انت هنا. يعني رسالتك ايه الى هذه الجهات خاصه ان احنا داخلين يعني ما زلنا في مشاكل تتعلق بالمحامين بالقضاء لكن انت بتقول انا عامل تسويه وتتمنى انه يتم انهاء هذه القضايا بشكل نهائي. وحتى لو دخلوا حتى لو تمت في التسويه يا استاذ حسين مفاوضات ان تزيد او ان يزيد حجم التسويه. شوف يا سعاده الباشا الرغاي من الله. انا مش بناور. لست مناور ولست مشكس ولا باخد فرص ابد اطلاقا. انا عرضت اللي عندي لا اقدر. هات لي في الدنيا حد قدر يعرض مثل العروض اللي عرضها على مصر. وانا مش عارض العروض دي قبل الاحكام لا بعد الاحكام. يعني انت بتقول انا مش عارضها علشان اتفادى الاحكام. الاحكام اتحاكم فيها. تاريخ جواب ده جام. ايوه ما احنا اتكلمنا بس في احكام لسه يا استاذ حسين. احكام ايه؟ طب ما ياخدوها.
ايه 11 مليون جنيه ويعني مليون دولار ونص بياخدوهم 4 من 3 مليار 4 مليار ايه في ايه الارض بتاعت البلديه ياخدوها بالسلام اهي موجود هي الارض هتروح فين ويتكلموا ودعاني يبيعوا الفدان ب 20 مليون جنيه زي ما عاملين هم محددين الفدان ب 20 مليون جنيه يا حاج الضحك ده مين اللي محدده؟ معرفش اللي محكمة أظن هو بعرين الحكم هو نقود متأذب للنقد طقد رقر طيب وإذا قبلت هذه التسوية أنا مستعد أنا مستعد تظهر دلوقتي بقى مسؤولية مجلس الوزراء مش مسؤولية النيابة حسب المادة اللي هذا القانون المادة 18 المادة 18 مقرر بها اللي طلع بالقانون رقم 16 لسنة 2015 المسؤول عن التصوير دلوقتي هو مجلس الوزراء مجلس الوزراء او رئيس الوزراء مش النيابة العامة لانه رئيس الوزراء بيدي امر للنيابة العامة بايقاف الحقوق لانه الاحكام كلها اللي ما احتكمتش فيها حكم بات واللي هي اللي احنا الظرف اللي احنا فيه وجزء تحت التحقيق الاتهام مش قضية لسه وجزء تحكم فيه وجزء مش عارف ايه من صالح وخد الفلوس دي تغطي اللي انتوا عاوزينه كله حتى لو كان فيه اجرام فيه ما فيش اجرام احنا بنقول ما فيش اجرام فربنا يوفقهم ربنا يوفق الشعب المصري كله ربنا ياخد بيد المصريين كلهم أدل لا بدي أدل أنا أقول طيب وطبعا في جانب هنا لا تخفي أموالا لأن البعض ممكن يقول أنه حسين سالم يعرض هذه التسوية لكن مخبي فلوس كتير يخفي أنا أموال السفالة تخبأت أموال من الأخوان يعني الأخوان هم اللي دايما هم اللي زرعوا الحكاية دي السفالة دي طلع منه اخبي ايه طيب ما فيش حاجه مستخبيه احنا عبنا انه كنا منفتحين على العالم كل حاجه كانت على الترابيزه ما خبيناش حاجه يعني انت فلوسك الجزء الاكبر في مصر زي ما اكدت ثم في هونج كونج ثم في سويسرا وفي اسبانيا حسب الرقم اللي تقولك ما يعادل 7 مليار في مصر وواحد مليار ما يعادل واحد مليار جنيه مصري خارج مصر استاذ حسين سالم بتوجه لحضرتك بتشوف الله يخليك الف شكر نورتنا والله على حبه صغير دي الف شكر ثانك يو ان شاء الله يعني مشاهدينا نتمنى ان نكون قد تمكنا من فتح بعض الملفات محاوله فك بعض الالغاز والطلاسم مع رجل الاعمال حسين سالم نلقاكم في حلقه قادمه